الحكم عليها بالإعدام. لا من وجاهيا للطعن بطيب النفس يا سيدي انا صدر واقيم على اساسا الحق مو عليك، حق علي انا يلي حطيت ثقتي فيك وسلمتك رقبتي. اسمع يا ادري وهي قدام الجميع، انت من اليوم ورايح مقلوع من الرئاسه وبتنزل لخدمه البقر. شاهر، من اليوم ورايح تعتبر حالك متريس على الارض. مثل ما عم بقول لك، والكل راح يحط لك الطاعه بغيابي. الكل عم تفهموا؟ قسما عظما لولا معزة ابوك الله يرحمه لرميتك برات الارض رمية الكلاب. بس امانة ابوك هي اللي غفرت لك عملتك السودة. ولك شلون بتدني نفسك وبتتلاعب بحسابات المحصول؟ شلون؟ ها؟ الغلطة حاجي، الغلطة ومنك السماح. ولك هي جريمة مو غلطة. أنا لو ما في رحمة بقلبي لكن فضحتك قدام كبير وصغير وخليتك علكبة من الناس، ومن هلا ورايح هذا هو مكانك. شبك انت مظهر؟ زعلت مني؟ لا ما زعلت منك، بس انا زعلان عليك. معقوله بعد كل هالعز اللي كنت عايش فيه ومتريس واضرب واطرح مشان وشايه صغيره بيطالعك الحاج ايد من ورا ايد من قدام؟ والله الحبيبك اي والله خليها لله، خليها لله. لك مصوم؟ قلت له كنت محلي شو بتساوي؟ بحفظ كرامتي وبمشي وبترك مديرة واللي فيها تنباع بالعزة فوق ناسا. بتتركها وبتمشي؟ معلوم بتركها. تركها لك أدري وتعالي عندي لهون على مسرابة، وانت بدكن لك قرشين على طرف جيبون وتعالي نحط ايدي وايدك ونشتغل انا وياك مع بعض. وشو بدك انا جاهز؟ المرة حكيتها ومشي لحالك مقصود، المرة جاهزة بسمعها على لسانك بقصر لك لسانك حتى لو كنت صاري. ليش انا شو حكيت أدري بيك؟ لك يخرب بيتك، شو هين دكين مو مدكين؟ والله ما قصدي. قصدك ولا مو قصدك؟ سمعتني ولا لا؟ ماشي سمعتك. حكيت مع الجماعة؟ حكيت بس يعني بدون بس. بس سيك زبط حالك. ماشي لعيونك. ضبو إلك يبعت حمى لمديرة والساعة اللي اشتغلت فيها عند هالحجة يضربوا هن وشغالهم وأراضيهم يلي خلقك ما بنساك. لك أخي، لك أختي مين قالك إني بعيان عندهم محبة فيهم؟ لا والله مو محبة فيهم، انا بقيان عندهم بس لحتى يحسوا بالفرق، لحتى يعرف الحج مين هو القادري. اخوكي يلا هلا سموا بالله ومدوا ايديكم. اسلموا ايديكي. ما بدي انضرب على قلبي يا كورونا. ليه؟ مالي نفس. قادري يا قادري. ايوه. لك وينك؟ ليكني ليكني. وين كنت؟ كنت عم اقضي حاجه برا، هلا جيت. لك يا قادري والله البقر ما بينترك لحاله. شو يتيم؟ بعدين مين قال لك بيتركوا لحاله؟ مرات قبل شوي ما لقيتك، وين كنت؟ شغل بالي عليه. خلص عيدني غياب شاهير، عيدني غياب. لك وين بتروح يعني؟ وين دي الأبير؟ هون رزقي وهون حلالي عمي. وهذا اللي بدي اياه منك، وانت بتعرف لو الشغله بترجع لي مو فارقه معي بنوف، بس هي ارزاق مأمن عليها وما بدي اطلع صغير قدام الحجي. لا معلوم ما حلوه تطلع صغير قدام الحجي، مو حلوه مو حلوه بحقك، لانه من أمنك لا تخونه ولو كنت خوان.
انت قلت بلسانك، من امنك لا تخونه ولو كنت خوان. لا تاكل هم خلاص. بري عليك. خلاص اتكل على الله انت، وشك باذن الله حيكون ابيض من حليب البقر ذات نفسه. خليني ساعدك بالصايد. لا والله ما بدي ايدك خلاص. خليني ساعدك. متريس انت لك عمي متريس. لك خلي لي اياك يا ادري. الله معك. كان بين وشنا قدام الحجي ها. لين عيوني الله معك، سلم على الحجي. كبرة البيتنجاني ودندرت جراسة مسكت أكفة الزمن اللي كانت على راسة جاي بيض وشه بإذن الله وشك ووش الحجي أبيض من حليب البقر والجواميس مع بعض. العافية عمي. يعافي قلبك يا مؤدبة يا موجبة يا زينة البنات. امي انت بدك تضلي تحوسي وتلوسي كل ما بعدتك على الدكان اه؟ كان في عجعه عند عمي وفاري، كان كل الاولاد داق الا بدهم يشوفوا التلفزيون. وانت شفتي له التلفزيون بعدين امي؟ مو سعده ابن عمي ابو سعده طلع لهم بسطل المي اللي مطفطح طفطح على دين الله ومولاه. ولك تقبري قلبي على الحكيات ما احلاهم، ايه وشو كمان لك امي؟ ورشل لك على الاولاد بتشتشي وبعدين ركض وراهم صار يصفهم كلام طالع نازل. ولك صرتي كمان تعرفي بالحكي الطالع نازل سمعانه لك سعده؟ تقبري قلبي ان شاء الله. هيك صاروا يقولوا الاولاد. لك شو قصه التلفزيون لك اختي؟ في عنا واحد دكانجي بالضيعه جايب تلفزيون وحاطه بالدكان والناس تاركه كل اشغاله وشغله الشاغل تيجي تتفرج على هالاختراق. الله يثبت علينا العقل والدين. امين يا رب من تمك لباب السماء. ايجابي امي ايجابي. شلون عزة خانم اليوم؟ ليش مشتاقيني؟ بدي عيوني. لك يسلموا لي عيونك ايه؟ هوبا! العافية يا رجال. الله يقويكم يا رب. تعالي نشوف. مسك منيح ستك على المرجوحة يلا هات. عم أمه ليش المديرة منورة؟ سعادة خانم عنا؟ العافية صهريني. عدينا دياب شلون؟ سلم عليك كثير السلام. رجاها ست النساء اجمعين وست راس المتريس شلونها؟ اشتقت لك ورجاها لرجاها ربي يديمك فوق راسي يا غالي. لك مخور من الجوع. يموت الجوع والغالي ما يشوفه بعمره وسنينه. ثواني والاكل جاهز. ولك تسلمي لقلبي ايه؟ شو؟ لا يا عزيز افندي نايم. ايه سهي على المرجوحه، قمت حملته فوتته لجوع. يلا حبيبي هات لي شوف كتي. ايه سلم الايدين. شرف ابي نشف الشقيبه. يسلموا ايديكي. والله العظيم شيء حلو. شو بدك لعبه؟ كل لعبك حلو. انت شو جعبالك؟ تعي لشوف. هوبا خليني ركبك على المرجوحه. انت تركبيني؟ لا انا حركتك على المرجوحه. تعي هوبا مسك منيح. يلا شوف فسك منيح. حلوة حلوة. يعني اتكل على الله وابعت للتاجر بالسعودية وقل له ان الطلبية بتكون جاهزة بالوقت المحدد. اتكل على الله حجي وبعاد تلغراف السعودية من نهار بكرة. سؤالتك شاهر الرزق اللي عنا بكفي الطلبية؟ أنا من اليوم رح أحسب كل كميات القشر اللي بتطلع عنا بالأرض، وإذا كانت أرزاقنا ما بتكفي وما بتوفي بالغراض مو مشكلة، رح نلملي مع الحارك كل القشر اللي بيطلع بالغوطة. بري عليك بري عليك يا شاهر، هذا الحل المناسب. وبيوم وليلة رح نشتري كل القشر بديلة وبيت سحم وعقربة وجرمانة ومليحة وسقبة وحمورية وعربين ويلدة والست زينب، وإذا احتاج الأمر رح نشتري كل منتوج الحبل اللي بيطلع من المزة وداريا. برافو عليك يا شاهر برافو، انت فلقوي شاطر وما بينخاف عليك. المهم حجي من اليوم لازم ندفع رعرين للخلق مشان يوردونا القشر اللي عنا دغري. الله يرضى عليك يا شاهر. الشغله ما بدها تراخي، بدي همه بدي نشاط بدنا شغل. ولو يا حجي عهدا علي قدام الله وقدامك ما نام ولا كن لتوصل طلبيه كامله للسعوديه. هيك بدي اياك والله يرضى عليك على عيني. السعودية صاحبة واحدة للأخير.
يا ولادي الكلب جيتوا لعندي برجليكم. إذا ما بضوعكم ما بكون اسمي أدري. قدامك حجي. حجي يعني من بعد اذنك اذا بتسمح لي يعني. طالما الشغل زيادة علينا فليش ما بنجيب القادري يشتغل مع الفتالي على البلغة والبقر بتعرف قلبي. الله يرضى عليك الله يرضى عليك يا شاهير. لا جيب لي سيرته منوب. انا لولا خوفي من الله لكنت خليته اقضي كل عمره بالحبوس. هذا ولد سرسري نواصي ولي الامانة. طيب عسى من الله انه يعقل ويتوب على ايدك حجي. ولك يا ابني واحد مثل حكايته لا بيعقل ولا بيتوب. والله بعرفك قلبك طيب يا حجي. قلت لك لما تجيب لي سيرته منوب. والحكي بيني وبينك حتى على خدمة البار ما رح اخليه. بس انا عم استنى لتهدى الامور شوي. ساعتها بدي اكسر رجله اذا بيجي على الارض. هذا واحد قليل امانة. حجي فهمني شو عامل معك. مو بالضرورة تعرف يا شاهر. الله امر بالسترة. المهم انا عملت اللي بريح ضميري. ايه مثل ما بدك حجي. على راحتك تفضل. شرف تفضل. شو علي يا حاجي بدك تكسر رجلي على الارض؟ طيب شرف حجي المفتاح معك. معي؟ ليش يضل معي حجي؟ من شان تتصرف وتدفع لاعبين الاشر والحبال يلي راح تشتريهم من الضيعة اللي ذكرت لي اياها. من شان ممكن ما بدك مصاري تطرق مشوار لعندي على الشام. ما اختلفنا يا حجي بس المصاري هم والله هم على صدري. وكل الله يا ابني وكل الله. بدك تصير صاحب مسؤولية بدك تحاسب وتقبض وتقبض العمال والشغيلة وخلافه. امرك حجي امرك. ومن اليوم رايح انت بذاتك بدك تلم تمن الغلال والارزاق وتصير الامر الناهي بالارض. ربي ديمك يا حجي. انت اهل الثقه يا ابني يا شاهر. لك ربي ديمك ويخلينا اياك. بس يا حجي انا قصدي هلا مو وقت البسبسه. انا شغلي بالشام لفوق راسي فبدي منك تحمل عني هم الارض والارزاق كلها. ان شاء الله بصير خير حجي ان شاء الله. وتعتبر حالك هون بدالي يعني بتقبض وبتقبض وبتبيع وبتشتري. اعتبر حالك كانك موجود تماما حجي. والله يقدرني لبيض وشي قدامك يا رب. هذا مفتاح شو يا غالي؟ مفتاح خزانة مصاري الحجي. يو وليش لا يعطيك مفتاح الخزنة؟ رجاء صلي على النبي لفهمك فوتي. اللهم صلي على النبي. بس مال الناس موكل عليه إبليس. ربي يطعمك الحجة تروح ترجع له هالمفتاح. ما حسنت يا رجاء والله ما حسنت خجلني. الله يرضى عليك يا شاهر. هاي الشغلة ما بدها خجل. ليش لحتى نحمل هم المصاري؟ لك أنا معك يا رجاء والله معك والله والاسم والله ما بدي إياه المفتاح. بس الحج يضل يزن 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 علي لحتى أقنعني. وقال شو؟ المتريس لازم يشرف على الأرض ويمسك الأرزاق والأغلال كلها ويقبض ويقبض. أنا خايف يا شاير. خايف يكون الحج بكرة عم يجربك ويصير فيك مثل ما صار من القادر. شلون يعني؟ يعني ما بعرف ما بعرف. ليش القادر شو عامل؟ ما بعرف. لك شلون ما بتعرفي؟ أنت عم تقولي خايف يصير فيني مثل القادر. رجاء أحكي بتعرفي شي ما بتقولي لي إياه؟ لك شو نسيت يا شاهر؟ ما الحاج بكر بلسانه قال انه القادري اخر مدة ما كان امين معه. شو نسيت؟ حسبي الله ونعم الوكيل ورب العزة. سألت الحاج الف مرة ليش قال له على القادري؟ ما كان يقول لي. الحاج بكر قلبه من الله ما بيحب الفضايح. لهيك حب يستر على الزلمة. شاهر ربي يرضى عليك فتح عيونك عشر عشر ودير بالك على المصاري. يعني نفس امارة بالسوق والشيطان ما مات. اسمعوني شو بدي احكي منيح يا رجال. قول معلم. ما بدي البلغة توقف عن الشغل لا ليل ولا نهار. بنوب 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 أمرك معلم. ابشر لعيونك معلم شاهر. ونحن رجالة يا متريس. حلو الحجي جايته طلبية تقيلة وبدنا همتكم. طن حبال و25 طن مرس و50 طن خيط مصيص للسعودية
وكل هالطلبية لازم تكون جاهزة ببحر الشهر. فكيف همتكم؟ مثل ما بدك واكتر معلم. ابشر لعيونك معلم شاهر. لك كرمال الحجة وكرمالك مستعدين نشتغل ليل نهار يا متريس شاهر. معناته واحد منكم بيترك شغله وبينط بجيب لي ثلاثة فتالة قبضايات. لعيونك معلم رح جيب لك أحلى ثلاث فتالة كيف كيفك معلم. معناته شد بريم جيبهم وتعال. بأمرك معلم. فشل the
الدار يا جاهل، كسر الدار يا غالي. اللي كرد علي انت كسر الدار يا جاهل، كسر الدار يا غالي، كسر الدار يا غالي. ليش عم تدق الباب هالشكل؟ شو صاير؟ مصيبه يا حجي، والله مصيبه، مصيبه واحد فوق راسنا، هات لابوس ايدك. مصيبه تاع فوق راسك، شو اللي صاير؟ البدو يا حجي، البدو فاتوا على مدينه بغاره، الله مولاها. اعوذ بالله من الحكي. لك شو عملوا البدو؟ قولي ما خلوا شيء ما عملوه يا حجي، الله بكيرك ما خلوا شيء ما عملوه. هجموا على البلغه، كسروا العنب على امه، هجموا على القمح، هجموا على امر الدين، ما خلوا شيء. لك فهمني، اخذوا شيء؟ يا ريتهم اخذوا يا حجي، لك يا ريتهم اخذوا، يا ريتهم اخذوا، ما اخذوا شيء. بس لك بس شو؟ احكي. ولك احكي لك ادري، كرتعتنا احكي. والله ما عارف شو بدي احكي يا حجي. راحوا عرموش وشاهر راحوا يا حجي قتلوا. شو عم تقول؟ يخرب بيتك على الخبرية. يا لطيف الطف يا رب. في نفس عم يطلع وينزل، بتضلي مثل ما كنتي معززة ومكرمة، ومكانتك من مكان جوزك، وما حدا بيسترجي هينك بكلمة زاحلة. عم بقول هالحكي قدام الجميع وبصوت عالي، طول ما أنا عايش رجاها ما رح تنضام، واللي بيزعلها كأنه عم يزعلني إلي شخصيا. حكيك طابو يا حجي، طابو رسمي. وبتوقفوا لي الحواش والزرع والفلاحة وكل المشاغل لبعد ما يخلصوا 3 أيام العزاء. شاهر الله يرحمه كان عزيز علي كتير. علم يا حج بكر بأمرك. الله يرحمه يا حجي، والله كان يعز على الجميع. ما بدي تراخي بأي أمر تتعرض للأرض. هون شغلكم وشرفكم وقوتكم وقوت عيالكم. وكل الله يا حجي، بإذن الله بعون الباري ما عاد تنعاد السيرة هي بنوب نوب بنوب نوب. عبدول مور يا حج. من هلأ تتولى الرياسة وبتزيد النواطير الطاق دبل. حصل يا حاج، وعلى الموت لعيونك. مع السلامة يا حاج. شرفت يا حاج. الله النبي معك يا حاج. مع السلامة، مع السلامة، مع السلامة. مالي غير الصبر يا رجاء، مالي غير الصبر. الله عطى والله أخذ. نحن أهلك وسرادك بعون المولى من بعد الله يا رجاء. إيه الله يرحم روحك يا شاهر. إيه والله الله يرحم روحك يا شاهر. أختي هذا محسوب عن ربه شهيد، لأنه كان عم يحامي عن شغله ورزقه ومطرحه ومطرح عياله. مزبوط كلام القادري، مزبوط شاهر بإذن الله شهيد. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. متريس زمان العمى ويريح الدنيا، لكن صوصة بن يومين بنحط بمقام ديك متريس. آخ يا حجي آخ، شو علي الأيام جاي رجاها. عمي رجاها. خير عمي ابو سعد. السلام لله عمي. العافيه. الله يعافيكم. بدي اطمن عليكي، والله بالي مشغول عليكي كثير. حالي عدم من يوم وفاه المرحوم شاهر وانا ماني منيحه بالمره. شو صار بهالموضوع؟ قليلي ما عم بيروح من بالي يا عمي ابو سعد، ما عم بيروح من بالي.
كيف ما تلفتت؟ وين ما عدت بلاقي واقف قدامي وعم يقلي غريمي أماني برقبتك يا رجاء، غريمي أماني برقبتك يا رجاء. وانا شو بقدر ساوي؟ أنا لا حول ولا قوة، والمغفر قاعد مثل قلته. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ورب العزة يا عمي أبو سعده، ورحمة شاهر تحت ترابه. إذا ما عرفوا من هو قاتل جوزي لطربة الدنيا فوق راس الكل، وبكرة بتشوفوا فعاي رجاها. جوز رجاها؟ يا لطيف، وبدك أني أعرف من يتخوه بدي يخرب الدنيا. وانا قولك عود عود وفهم وعقال بقى، شغلي عقلك يخرب بيتك. شو دخلك أنت؟ مات ولا ما مات؟ غارت بدو صارت، لا بدنا نعرف ولا بدنا نسأل نحن شو دخلنا، لا البلد بلدنا ولا الناس ناسنا، فهم بقى. ايه والله مزبوط. لك مقصود حدا تصاب شي من جماعتنا؟ في ثلاثة من الرجال مصابين اصابة بسيطة، بس الجماعة متلافين الامر وملففين الموضوع. طمن بالك يا بيك. واحد مقصودة واحد البالة شغل فيها تعليم مشاني ونصب خوازي يخرب بيتك. لا يا بيك لا توصي حريص. اختي رابحة ما بصير تعلم اللي عم يصيرها، بنوب بنوب يعني، هون حفرنا وهون طمرنا. ولا يهمك يا بيك، وحياة عينك كبير ماله قرار. لك مقصود الليلة بعد أذان العشاء بساعتين على الترم بتكون مزروع عندي برض مديرة، فهمت؟ وين أرض الحاج؟ أول مفرع يدك شمال. علم يا بيك. وبدي إياك تكون فتح لاب على الطاق، خليك جريء وشغلي مخفاك، وإلا بتخربطي دوزاني وشغلي كله. بس لو بتقلي شو في براسك يا أدري بيك. لك هلا أنت شو بدك من براسي؟ عميل مثل ما عم قلك وبس، لا تتدخل بنوب. بأمرك يا بيك. إذا مشيت معي مزبوط لك مقصود رح أغنيك لولد ولدك، بس أمشي معي. أنا تحت أمرك يا بيك، وحياة عينك خدامك. صلى الله عليه صفحة الله يرضى عليك. وهنا شغل عائلتك أنت تخبر ياهو للعيد. قلب صفحة قلب صفحة قلبنا. يا عميد أهلا وسهلا، تقبرني. تعالين أختي، أنست وشرفت. الله يسلمون. صحتين. طمني أخي شو أخبارك؟ شو أخبار شغلك؟ تقبرني. سطر المولى الحمد لله. ها الحمد لله رب العالمين. خلاص مسكي طبيون الله يرضى عليك. مسكي. الله يحرمني منك يا أخي. الله يسلم الدياك. شو يعني يا فندي؟ كمشتولة قاتل جوزي ولا قاعدين عم تكشوا دبان؟ أهلا أهلا يا بنتي يا رجاء. شربي شربي استريحي. شو عم تحكي انت يا حرمي؟ شو عم تحكي؟ آه؟ شلون بتفوتي هيك لعند رئيس المخفر؟ لك يحلوا عني أحسن ما بتخلي هلا فيكم. تركوا رجاها أنت وياي يا ابني. شو يا رجاء؟ ما في مرحبا السلام عليكم. قبل السلام والكلام يا عدلي افندي، في شغله واحدة بس بدي افهمها، انتوا رح تمسكوا قاتل جوزي ولا لا؟ معلوم رح نعرف يا بنتي يا رجاء، وما رح يفلت من يدنا، بس الشغله بدها شويه صبر ووقت. من يوم الحادث لهلا وانا عم بسمع نفس الديباجه، والقاتل لهلا لسه ما كمشتوه. كمان نحن مو قاعدين يا بنتي يا رجاء، قبل ما تشرفي بشوي مدير الناحية بشخصه الكريم كان عم يحكي لذات الموضوع. انا ما بيهمني مع مين حكيت، انا بيهمني شغله واحدة بس، مين اللي قتل جوزي؟ رح نعرف عن قريب يا بنتي يا رجاها، بس انتي اهدي اهدي وركني. انا برأيي تعجلوا لانه ما عاد عندي صبر. اسمعي يا عقلي يا فندي، ورحمة شاهر تحت ترابه، اذا ما مسكتوه للقاتل ما حدا رح يسلم مني بكل هالبلد، وانا رجاها حرمته لشاهر. سيدي شلون جنابك بتترك حرمه تحكي معك هيك كلام؟ شلون سيدي الحرمه زودتها وانت لازم توقف عند حدها. مو هيك تتعالج الامور يا ابني انت وياه. الحرمه ترملت وانقتل جوزها وهي بعيش شبابها. الواحد لازم يكون حليم وطويل بال مع هيك ناس. بس الشغله بتحط العقل بالكف يا ابو عفان. اذا مثل ما عم بيقولوا انه البدو ما لهم علاقه بالحادث، مين اللي بده يعمل العمي هي؟ لا يكون الجماعه لهم شغله مع الحاج بكر. شغلي مثل شو يعني؟ جايز كلهم دينة او حساب قديم او تار قديم مع الحاج بكر. اهلين عمي رجاها. لايمتى المغفر ما راح يعرف من هو قاتل جوزي؟ لايمتى يا بنتي يا رجاها؟ المغفر مو مقصر بنوب وعم بيقوم بواجبه على اكمل وجه، وهيك شغلات بتاخد وقت يا عين عمك. ولايمتى هالوقت يعني؟ لحتى يهرب غريم جوزي برا البلد وما حدا يلاقيه. ورحمة الغالي شاهر، إذا ما فشوا لي قلبي وكمشوا القاتل ما حدا يلومني شو ما ساويت. وكلي الله يا بنتي، وكل شي بطولة البال بصير الله يرضى عليك. يا عين عمو، الدنيا خلقت بسبعة أيام. أنا حكيت اللي عندي وما حدا يلومني شو ما ساويت. يعطيك العافية. الله يعافيك يا أهلين أختي رجاء، تفضلي.
الله يخليك. بدي الحاج بكر. ليش خير؟ شو في؟ بدي اعرف منه وين غريم جوزي. صدقيني يا اختي، انا والوالد عم نعمل كل جهدنا لنعرف مين الضغالي. فيكن تقولولي امتى؟ رح يفحم قلبي والطق مرارتي موت بقهري. بك اختي بعيد الشر عنك. منو شر بعيد عني؟ بعد ما راح الغالي. الله يصبرك اختي، الله يصبرك. هلا مالتي، وين الحاج بكر؟ راح على البيت وما عاد الا يرجع. شرفي ارتاحي اختي، شرفي ارتاحي. ارتاح؟ وغريم ولا جوزي ما حدا بيعرفوا الاراضي؟ وراح مثل غالي شاهر. اذا ما حدا بيعرف لي وين غريم ولا جوزي بالعدم قدام عيوني التنتين، لا عمل عمره ما انعمل، وانا رجاها. الفيس بوشك على مسرابه، ما بتمشي بالدروب المفتوحة بين البساتين. ها يا حروق، شو في هذا الكيس؟ هلا مو وقت العلاج تبعك مقصود. الليلة بتنام مسرابة انت والكيس وما بتفتحه، فهمت؟ بوشك يلا بين البساتين يلا. اه ايه ها ابشر. Thank you.
حريقة يا مرابعين حريقة طف النار حريقة يا مرابعين حريقة طف النار حريقة 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 أدري أدري طابع فريد قوموا قوموا حريقة بالبلغة قوموا شو حكي أدري قوموا بدك شوف لي شو بكون حريقة حريقة بالبلغة قوموا يا شباب شو الحكي يلا يلا شباب مصيبة يا حاج بكر مصيبة النار شعلة بالأرض شو؟ نحفو عم تقول ما بسكت إنه رجاها بتحرق أرض الحاج يا شحرك يا رجاها عفان مصيبة مصيبة يا شيخ محمود وحلت في البلد خير شو في دار الحاج بكر والمحاصيل يلي فيها والبلغة والقشر يلي فيها كله عم يحترق يا ساتر استر يا رب دقيقة لحط جاكيتي وحط الطرموش على راسي روح معك شوف شوف شو هالبلية شرف يا اخي عفان تفضل شرف شرف يا حاج السكينة لوريني هالجاكيت والطرموش الله يرضى عليكي خير شو صاير يا شيخ محمود هلا ما في وقت للحكي لارجع بحكي لك وعرفوا شو مسببات الحريق وعفان مصيبة مصيبة يا شيخ محمود لا بتتصدق ولا بتفوت بالعقل شو هاي ما بتفوت بالعقل رجاها شو بها رجاها عم يقولوا الناس انه رجاها وراء العملة هاي الله أكبر الله أكبر, الله أكبر. داخل على الله عليكم داخل على الله هلا انت وحدي الله يا بنتي فوت على البيت صلي على النبي صلي على النبي ان شاء الله بس يصير خير طولي بالك يا شباب بدي ارجع ليش تتهربي من الأرض؟ كنت قاعدة عم نيم ابني قمت ما سمعت العالم عم يقولوا غير عم نترجع قمت حملت حالي وهربت لأنه خفت يقتلوني ويقتلوا ابني برضو ما كان لازم تهربي من الأرض يا بنتي لأنه هروبك هاد عزز كلام الخلق عليكي هو راح من شهر تحت التراب ومالي علاقة بكل اللي صار مالي علاقة بكل اللي صار لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أكيد الحاج بكر صار له خبر بالمصيبة أنا رايح المخفر وافهم شو القصة شوف شو بصير معك بالمغفر ورجع تقبلنا الله يرضى عليك ان شاء الله خير ان شاء الله خير رح اطلك يا جوا اريح له لك بنتي حاج السفينة الله يرضى عليك حطي الولد جوا تطلعي اعملي له لقمة رجاء تكون جوعانة Thank you.
خير، اللهم اجعله خير. اهلا بكم جوا، فوت تشرف. لك ليش لحقت اساله؟ لسه ما لمحته، دفشوا الباب ودخلوا مثل قطط مستعجل، والعياذ بالله. ليكون عامل لك شي شغله شي امبارح. ولك تفي من تمك يا حرمي احسن ما شئت منك. ها ليش انا وشي مش مشاكل؟ لكن ليش هاجمين علينا الشرطه مثل التتار؟ فهمني ليش. ولك سدي حلقك احسن ما اسحب لك لسانك من جوزتك. ها ما في درجها اثر يا حضره الرقيب؟ قلبنا البيت فوقاني تحتاني. حرمي ماله بالبيت، شاهد على روحك انت وياها. نشهد ان لا اله الا الله. دخيلك ليتقوسنا يا سيدي، والله ما عملنا شيء. والله ويا ما بتعرف شمت. ما بتعرف ورحمة الوالدة يا سيدي، ما عملنا شيء. كذاب كذاب سيدي، فهمنا نورنا بركي انا نسيان. وين مخبي رجاها؟ قول انطو اعترف احسن ما احرقك حرق. وين رجاها؟ رجاها اختي انا سيدي. لكن اختي انا ورحمة الأولى والصالحين يا سيدي، من ثالث يوم العزلة شفناها لرجاها ونسمعنا عندها شي بنبنب. كذب؟ ليش أكذب سيدي ليش؟ أنت تستر عليها. ليش شو عاملة رجاها لنستر عليها سيدي؟ شو فهمنا شو عاملة؟ أختك مخربة الدنيا وهربانة يا حربة. رجاها سيدي مخربة الدنيا وهربانة. قولي على أمتي، ليش لا رجاها مخربة الدنيا وهي قلتم ياكل ما قلتم يحكي؟ لا تجدي بقى وياها، امشي معي هونيك رح تعترف وين رجاها وبالصرمال. رجاها يا سيدي والله ما بعرف. ما بتعرف ما؟ والله ما بعرف يا سيدي. ماشي، وأنا رح أعطيك فرصة وحيدة يا دياب. إذا طلعت أهل للثقة أنا رح أعفو عنك. الله يطول بعمرك يا سيدي ويكتر خيرك يا رب. ويكون بعلمك، ويكون بعلمك انت ودارك وعيالك مراقبين، وكل حركه من حركاتك راح توصلنا فورا. اعوذ بالله يا سيدي، ليش انا بحسن احرق من ورا ظهر الحكومه؟ وعبنا بك يا دياب، يا ويلك اذا بتلعب بديلك. ليش انا لي ديل او دلم لالعب فيهم يا سيدي؟ لا يوسي. شو لك دياب؟ شو بدها منك الشرطه؟ شو عامل لك دياب؟ شو عامل عمي؟ ماني عامل شيء، عرضيه الله وكيلك الشغله. شو بكون هجمتوا علي مثل الدبان؟ كل واحد يروح على بيته الله يرضى عليكم. يا عليك يا عليك يا عليك يا عليك. يبعث لي حمى والله مظلومة. أنا ناقصك وناقص أختك ولا؟ لك يعدمني إياك أنت ويا هي، تخرب الدنيا وتهرب ما بعرف لوين، وأنا أتبهدل وتبرمط بسببك وسببها. كذب أختي، لا يمكن تقوم بهالفعايل. والله بدك إياني صدق وكذب الحكومة؟ هلا وين بدي لها يا أختك؟ فهميني وين؟ بس تبوسك ولا تزيد من همي وعذابي، بوسي ايدك يا دياب. لك لا بدي تبوسي ايدي ولا بدي تبوسي صرمايتي، حلي عني انت واختك وبنت اختك، انا بغير دفع براس. شو قصدك بنت اختي؟ يمين عظيم يا دياب، اذا بتجيب سيره للبنت عن امها بالمنيح ولا بالعاطل، لطربق الدنيا فوق راسك وراس اللي خلفوك. ولكل بنت ما راح تعرف بعدين، خبريها من هلا وريحي حالك وريحيني وريحيها للبنت. انت ترك بعدين لوقته، ولا تجيب سيره للبنت وكساب حالك يا دياب. ها حاجه تزيد البنت هم فوق همها. يا عمر افندي لك حق. جيتي تقبريني يا خالتي على البيت لك رميت المي للطفي. لك يسلموا ايديك يا رب. العافيه يا رجال. اهلين مرج يا فندي، شو الاخبار؟ شوفت عينك سيدنا مثل ما انك شايف. ما نجا شيء من الحريق يا صاحبي. سأل رجال. راح كل شيء يا سيدنا، راح كل شيء. افتح محضر يا ابني. هذا سيدي. لساتكم مصرين انه رجاها ورا هالفعله انت وياه؟ نعم سيدنا، رجاها ورا هالفعله. لو مو هي ما كانت هربت. هي ما في غيرها. الله ينتقم منها. سجل عندك يا ابني. اصبر حتى تطمنا يا اخي. بوز ايدك يا حكيم، طمنا على خير. والله يا جماعه باذن الله حينفذ منا باذن الله. ان شاء الله حالته بخير يا حكيم. بصراحه حالته كثير خطيره. وليش لامتي؟ شو يعني جروحه خطيره كثير؟ يستر عرضك يا حكيم، في مجال نشوفه؟ اسف، صار كثير شفوه باليومين ثلاثه. لك الله ينتقم من اللي كان السبب. الله ينتقم من اللي كان السبب بس. معلش عارف عندي ما في شيء. الله يصطفي باللي كان السبب. لا حول الله. شو بتقول؟ عريفة عريفة ردي علي يا حبيبتي.
طمنونا شو اخبار الحاج علي ما الله قاعد على نار لك احكي شباب يا جماعه لك احكوا شو في قولوا له الفاتحه للحج لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله رحمه الله على روحه تفضل شو يا مرج عبدول زلمة الحاج بكر بده يقابل جنابكم يا سيدي شو بده هذا عبدول؟ على قوله بده يبلغ جنابكم انه الحاج بكر اعطاكم عمره لا حول ولا قوة الا بالله يا مولا رب حسبنا الله ونعم الوكيل لك بنتي لا اله الا الله بسم الله الرحمن الرحيم خير ان شاء الله خير يا فلاحيه يا اهالي مدجرة صلوا على النبي والحاضر يعلم الغيب بامر من المساعد عدلي رئيس مخفر مدجرة كل مين بيعرف مطرح رجاها وبيتستر عليها يعتبر مجرم معها وراح ينال اشد الجزات والحاضر يعلم الغيب يا جحارك يا رجاها يا جحارك يا رجاها ثبتوا علي الدمي شوف رجاها بعيني ما بصدق انه تعمل هيك عملي يا مختار يا مختار شو قصة يا مختار سبت التهمي على رجاها وحده الله يا جماعة وحده الله وخلوني استفهم الشيخ محمود شو القصة وصل معي لرأس مناخيري ها بس انت بقريتك الفرمان قدام الناس سبت التهمي على رجاها المسكينة ما كان في قدامي غير اقرا الفرمان خفت يرتاب فيني الرقيب على رمان وشك اني بعرف مطرحها والحل هلا يا شيخي ما في غير نضل خافين رجاها عنا بالدار لحتى يخف الحاج بكر ويطلع من المستشفى ساعتها بروح انا وياك لعنده على الشام وبنحكيه بخصوص المسكين رجاها هو انسان تقي ورع وقلبه لله وما رح يردنا خايبين وبلكي طولت معافاة للحاج بكر بعدين بلكي الشرطة عرفت بوجود رجاها عندك باذن الله ما رح يعرفوا عم قول اذا عرفوا لا سمح الله يا شيخي لعن حاول ان الشرطة ما تعرف بوجوده عنا بالدار ولا معقول نسلم الحرم المسكينة للشرطة يا ابو عفان نسلمها اعوذ بالله أعوذ بالله مو معقول يا شيخي أنا واثق 100% إنه هالبنت بريئة ومسكينة وهذا اللي مخليني أتحمل مسؤولية قعدتها عندي بالدار لأنه وحدة مثل رجاها تحت أي ظرف من الظروف ما ممكن ترتكب هيك جريمة فعلا وأنا متأكد إنه الشخص اللي عمل العملة الوسخة هي وحطها برقبة رجاها أكيد هذا واحد حقود وجبان وندل الظاهر هذا أبو عفان جاي لهون مشان نوضب اغراضنا على بكير عن اذنكم لشوفه خير شو في يا ابني بعد اذنك يا سيدنا معنا امر بتفتيش البيت بيت مين بدكم تفتشوا يا ابني بيت جنابك يا شيخ محمود خير لشوفي شيخ محمود خذ لنا طريق وراح تشوف بعيونك شوفي بس يا ابني بس شو شيخي ما في شيء يا ابني بس بدي اخذ لك طريق وخلي الحريم تتسكر تفضل عن اذنك هو الطريق شباب حوطوا بيت من كل جناب يلا ما بدي نام يا جهرب وينها هي وينها وقعتي بعدين يا نكرت الخبز والملح وقعتي وعزت ربي يا سيدي وعزت ربي يا سيدي مالي علاقة بكل شي صار ما بعرف شي والله العظيم ما بعرف شي أنا ومين رح يصدقك يا رجاها مين كل اللي بيعرف رجاها يا سيدي بيعرف انه أنا مستحيل أعمل هذا الشي لازم تصدقوني يا سيدي لازم تصدقوني أنا ما بعمل هيك شي مستحيل أعمل هيك شي مستحيل ولك على مين هالحكي
يا بيعت العشر بكمشة قروش على مين؟ ورب العالمين يا سيدي انه انا شاريتكم، ورب العالمين انه انا ما ببيعكم، طول عمري خدامتكم يا سيدي، والله ما ببيعكم، صدقني يا سيدي صدقني. رجاها خربت بيتنا، خربت بيتنا كلياتها، كلها ضيعة، بدنا اياها هلا. شو بدنا يا ابو عفان؟ بدنا دم رجاها هلا، يلي خربت بيتنا وبيت اهل الضيعه كلياتهم، بدنا نشرب من دمها هون احنا. لازم تموت رجاها قدام العالم كله. هاي مو شغلتك انت وياه وياه، فهمتوا؟ انام، هاي شغلة مغفر بس. شو مفكرين نحن اهل المدن؟ شو وين كان المغفر اصلا وقت اللي رجاها قتلت الحاج بكر؟ وين كان؟ وين كان؟ ايه؟ وين كان المغفر؟ لما هالمخدومه حرقت الرزق. نحن رح نحاسبها. ولا مفكرين الشغلة سايبة؟ هلا لازم تنهدم رجاها، هلا لازم، هلا هلا تموت رجاها. ويا سيدي مالنا مزعجين من هون حتى تعدموها قدام عيوننا هون. احكي لك كلمة يا شيخ محمود، انت كلمتك مسموعة. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اسمع انت وياي يا ابني، كل واحد منكم يروح يشوف شغله، الحكومة كفيلة برجاها وامثالها. يلا نشوف. ما رح نتحرك نور الشمر حتى تنهدم رجاها. لك شو هذا من بطيخ مسمر؟ الشغلة فيها مديرية الناحية والقصر العدلي وقضاة ومحامين وألف سؤال وجواب. تضرب رجاها وساعه تلتقت رجاها، عجبك على هالقرنة يا مختار؟ صلي على النبي وطول بالك يا سيدي. اللهم صلي على النبي، بس منين بدك تجي طولة البال والناس زاحفين على المخفر من تتتر؟ أهلين سيد عارف. بدي خبرك خبرية حلوة كثير أستاذ عماد. هات خبرني وطمني. اليوم مسكوها للمتهمة رجاها وهلا هي مخفر مديرة. شو هالحكي؟ إيه مبروك. ألف مبروك. فبدي من جنابك تعجل التحويلة للمحكمة أستاذ. منقول إن شاء الله. هلأ إجا شغلي سيد عارف، بدي يكون منفذ فيها حكم الإعدام بأقرب وقت أستاذ عماد. إذا بدنا نبيع يلي فوقنا واللي تحتنا. لك إذا ما بده يضل حيلتنا حيلة، بدك تضل ورا أهل هالبنت الحرام لحتى توصل لحبل المشنقة وتموت شرموتي. لك مين لك حامل غير هيك؟ أنا لك عريفة مين؟ والله والله إذا بيكون في وراها عضو مجلس نيابة، أنا اللي بوصلها للمشنقة بإيدي أنا. هيك حيمة لازم تنعدم ألف مرة ومرة. وحدة نواصية وليلة أصل. لك فوق أبوك الله يرحمه ما كان معوية هي وجوزها وولادها، ترد لنا بهالطريقة؟ خير خير لك عمتي، شو صاير لحتى جبتوني من بيتك وعوا كاب؟ هي مغضوبة المسكت وعارف كانوا يبشرك بالخبرية. صلاة محمد مسكوها لهالباشرة. وأنت محاكمت لك عمتي؟ أنت؟ أنا قريب عمتي محاكمتها إن شاء الله. أنا قريب. منى عيني يا عمتي، منى عيني، منى عيني نشوفها معلقة على حبل المجنقة. لك أن تحرق الرزق وتموت الحاج بكر زينة أهل الشام. ولك هاي ما بدنا موتة واحدة، هاي بدنا ألف موتة وموتة. وحياة عينك يا عمتي، وحياة عينك يا عريفة، أنا اللي بيوصلها للقبر بإيدي، أنا 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 رايحة أخبر وفي الله المغضوب المسكت، أكيد رح تنبسط من خبرية. رحمة الله عليك يا حاج بكر، رحمة الله عليك. أنا مرحبا خالتي موفيق. الحمد لله. خالتي ممكن أحكي مع وفيقة؟ الله يخليك يا سيدي، الله يخليك. وحدي الله، راح تشوفي اولادك، بس انت اهدي هلا، اهدي. بس اطمن على اولادي، بوس ايدك، بس اطمن على اولادي، الله يخليك. خلاص، هلا بتشوفيهم. بس اطمن على اولادي، بوس ايدك يا سيدي. راح تشوفي اولادك. كركبي هلا. يا سيدي يلا.
بتضلوا على باب المخفر يا ابني، وحي الله حركة، حي الله إشكالية، بتأوصل فشك على الصايب، مفهوم؟ حاضر سيدي. سلامي سيدي. شو جايبك بهالليل؟ مصيبة يا سيدي، مصيبة، بلوي حلز علينا. أهل الضيعة كلهم هجموا على المخفر لنكسروا وطبشوا مشان ياخذوا المتهمة رجاها، لذلك أنا جبتها لعندكم مشان جنابكم تتصرفوا. ماشي ماشي. راح الليلة بقيتها هون، وبكرة الصبح بنفسك بتجي بتاخذها على القصر العدلي، وأنا هلق راح أتصل بالنائب العام. يا عسكري خذوها على المضارب. عادي يا فندي، بوزينك يا عادي يا فندي. حركي. ترامي سيدي. اهلا عدلي افندي، الحمد لله على السلامه. الله يسلمك سيدنا، المطلوبه رجاها لعبد الله وهي الاضباره تبعها. يا احمد. حاضر سيدي. خذ المتهمه على الحجز يا ابني. حاضر سيدي. هيك يا سيدي بدون ما تستفهموا مني؟ راح تروحي هلا على النظاره وبعدين بنحقق معك. لا يا سيدي لا، بوز ايدك يا سيدي، عندي كواب لحق مالهم بعد رب العالمين غيري انا. بوز ايدك يا سيدي للي روح اطمن عليهم، بوز ايدك يا سيدي. بكره رح ننظر بامر مشاهدتك لاولادك يا بنتي يا رجاها. خذها يا ابني. حاضر سيدي. دخيلك يا عبي يا فندي، 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 دخيلك يا عبي يا فندي. شرف شرف، ارتاح مساعد عدلي. شكرا شكرا يا سيدي، الله يخلينا اياكم ويعلي مراتبكم. شو الأخبار؟ شو الأحوال؟ احكي لي لشوف. الحمد لله مستورة وكل شيء تمام يا سيدنا. هات لشوف، احكي لي عن ملابسات الحادثة يا مساعد عدلي. طولي بالك ولك اختي، واستهدي بالله. بعادي عني. محسوبتك رئيفة، نزيلي عتيقة بهالسجن. تشرفنا. بس الله يخليكي، مالي خلق احكي مع حدا. شو عم تحكي وليه؟ شو ما حدا عاجبك؟ هلا فكري لي ليش عم تضربي انتي؟ طولي بالك يا معوض، روقينا من شاني. عدي عدي يا اختي عدي. عدي هدي هدي، لا تعصبي. وفكي هالعقدة. صدقيني ما في شي بالدنيا بيستاهل. خالتي يا خالتي، خالتي بسم الله الرحمن الرحيم. يلا يلا انتي خدتي، بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله عونك وحولك يا عوز بلاش تقدر.
الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير؟ شوفي تقبريني؟ شفت امي بالمنام عم تندهلي. وينك يا عزة؟ وينك يا عزة؟ خير ان شاء الله خير. ولك يعدمني اياكي انت وبنت اختك. ولك انا الك ماني طايق. لسه بتجيبي لها الشيطان الصغيره كمان؟ انا ناقص. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله حولك وحولك. بسم الله عليك. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خدي حبيبتي اشربي لك دمعك. بإذن الله امك مع العقل البشر. يا رب يا مفرج الكروب والهموم والغموم، تفرجها علينا يا سامع يا كريم يا رب. طمني بالك حبيبتي، بإذن الله أمك ما على البشر. وإمتى رح تاخدين لعندها؟ والله اشتقت لها كتير. بهاليومين بإذن الله منروح لعندها. أكيد خالتي؟ أكيد حبيبتي. المهم هلأ أنت طمني بالك وتنامي وترتاحي. يلا. لك وينك يا معلولة؟ شو عليتي هنيك؟ شو صار؟ تحمل هالكوابيس شلون على الآن انت لهالبنت وما عم تفارق. يبعت لي حمى ان شاء الله. شو الحل يا ربي؟ شو الحل؟ يا باسط الأرض، يا رافع السماء، يا جابر المكسور، يا ناصر المظلوم، يا هالك الظالم، يا مفرج الهم والكرب والحزن، يا رب انت العالم بحالي والغني عن سؤال. يا رب يا رب، اذا مو من شاني من شان ضناي عزة وعزيز. يا رب دخيلك يا رب يا رب. قومي اشتغلي وليه؟ قومي مشان الله تبعدي عني. لا تعلقي معي، اشرف الي ولك. خلصي وليه؟ العوض العوض بفوت ايدك هدي من شاني يا معوض كرمالي. بسيطة دخيلك يا أم عوض تروقي وتزرعي بدأني هالمرة. هاي مرة مسكينة ومعترة ومظلومة. صدقيني يا أم عوض فايتة على السجن ظلم. وهي أم لولاد، أم لولاد ما بتعرف وين هنن ولادها. انت بتعرفي شو يعني أم ما بتعرف طريق ولادها؟ بوس إيدك، بوس إيدك يا أم عوض تسامحيها. خلاص صافية لبان؟ قولي إيه. لك الله يخلي لنا ياكي. شو السجن بدونك؟ وانت هديلي اعصابك وما تعلقي معها مرة تانية. هاي مرة مو سهلة والعلقة معها مصيبة. هاي بلوي، عم تفهم شو يعني بلوي؟ دخيلك مو اكتر من البلاوي اللي لابستني لبس. لك يا حبيبتي فهمي، هاي السجن كله مثل خاتم باصبعها. وليش بقى؟ لك السجانات كلياتهم شاريتهم بالمصاري لحتى تنفذ مصالحها، وحتى ادارة السجن واصلت لهم. الله يجيرنا من الأحزان. Come on!
أوانك يا ولد إلي. بس معك حق، معك حق يا حبيبي، معك حق. ما هان عليك تجي على هالدنيا ما تلاقي عزيز وعزيزة عم يستنوك. ما هان عليك تجي على هالدنيا وما تلاقي ما هان عليك تطلع من سجن لسجن. ما هان عليك تشوف أمك وهي مذلولة وهي البرية المظلومة. ما هان عليك. الله معك يا عمي. الله معك يا عيني. سلم لي على الخالي. قل له رجاءً ما نسيته. ما نسيته. أمي! بسم الله عليك يا حبيبتي. خالتي الله يوفقك. بوس إيدك خديني لعند أمي. إيه تقبريني إيه؟ والله اشتقت لأمي وأخي عزيز كتير كتير. ماشي تقبريني ماشي. هاليومين بنروح لعند امك. بس انتي هلا اهدي وركني ومسحي دموعك. خالتي امتى رح تاخذيني لعند امي؟ شو علي يا سعد المعلوله شو علي؟ لك طالما مالك رضياني تحكي لهالعفريته عن مصير امها وتريحيها وتريحينا من زعويطها كل ليله والتانيه، انا رح لاقي لي صرفه معها ومعك. نحن هلا عم نجي بالشام. ايش امي بالشام؟ معلوم. شو عم تسوي امي بالشام؟ هلا رح تعرفي كل شيء، بس طولي بالك علي. مسكي عمي عزة رسم الحمار، رايح تكتين ثلاثة وراجع لك، لا تزحزحي من هون. ايه عمي جاب، ما رح اتزحزح من هون. تفضل عمي دياب، تفضل. شريف. يسلموا الديات يا ابو ليلى. شو القصة عمي؟ من زمان امر ما بان. هموم ومشاغل اتركها لربك يا ابو ليلى. شو يعني بدك تقنعني وتقول لي انك انت ما عم تنزل لنا بعشام؟ ايه علي الجيرة، ما علي الجيرة عم تنزل لنا بعشام. ايه الله وكيلك، اكثر من سنة صار لي ما نزلت حمل لنا بعشام، شبك؟ اوف، لكان شو عم تشتغل لك دياب؟ عم دابل بهالارض لك ابو ليلى، لقيت اريح لي واربح لي من شغلة الانب. اذا هيك معذور لك عمي. شو بدي اقول لك ابو ليلى؟ امور لك دياب. لك ولا للديب؟ لا ولو، خص الديب لك دياب. يعني قلت كونك من الشام وبتعرف كل الشام، معيت الله ومعيتك. اذا في حواليكم شي ميتم تدلني عليه. شو؟ ميتم؟ ايه ميتم. شو كفرنا؟ لا ما كفرت لا سمح الله، بس يعني شو بدك بالميتم لك دياب؟ بيني وبينك عنا بنت انقتل ابوها. يا لطيف ألطف، إن قتل أبوها؟ الله يجيرنا، الله يتلطف فينا. وبعد مدة ماتت أمها. الله أكبر، حتى أمها ماتت؟ الله يجيرنا، الله يتلطف فينا. أوه علينا، شبك أبو ليلى بصلتك بحروقة. خليني أكمل لك الحكاية بعدين، كبر وقلل ليوم الأيام يا أخي. طيب تفضل كمل أخي كمل. وبقيت هالبنت عند ناس عم يتنهتروا فيها ويعذبوها. لما تقلت لحالي حطنا يا ولد بشي ميتم حتى تخلص من هالزل اللي عايشة فيه. طيب ليش ما بتحط البنت عندك وبتربيها؟ طالما على حد علمي انه انت ما عندك اولاد، تكسب حسنة وثواب فيها لك عمي. ولك اخ، حاولت ونشف حلقي مع المقوصة حرمتي، ما في فايدة، ما رضيت تربي البنت عنا. يا ستار أسر، وليش لك عمي؟ قال شو؟ هي ما هي مجبورة تربي اولاد مهما انبطنا. الله يصلحها بجاه الحبيب المصطفى محمد. قلت لحالي يا ابو ليلى اذا في هون شي ميتم حواليكم حط هالبنت فيه، بنوبني وبنوبك سوا.
وين هلا البنت لك عمي؟ شعها بباب الأمي. عليم الله لك دياب، لو باليد حيلة لحطها بين الأولاد وخليت تربى معهم، بس أنت بتعرفي البير وغطاء، أنا يا دوبني عم طالع لأمة الأولاد بالغصب. بعرف حالتك يا أبو ليلى بعرف. لك واقف واقف واقف. لك شبك أبو ليلى نقصني. لقيت لك حل أحسن إلك وللبنت من الميتم بمية طاق وطاق. شو الحل؟ لك احكي لي فهمني. شو؟ ويا شحارك يا رجاها، يا شحارك يا رجاها، لازم تهم فيني وزدتوني من الحبس ولادي ما بعرف وين هون. طولي بالك وحدي الله. لا إله إلا الله. اهدي وركني لك اختي، شو صار لك؟ طولي بالك. لك منين تجيني طولة البال؟ من وين؟ قالوا عني قاتلة وسارقة ولادي مشططين ما بعرف وين اراضيهم، وقالوا لي طولي بالك. يا ربي دخيلك بقى، افرج علي دخيلك يا الله. لا عمي هاي وصلنا ليكنا. ها شو عم تسوي امي؟ هلا بتشوفي عمي عزة وبتسأليها. عمي دياب وينه؟ عمك دياب راح مشوار ولاحقنا عمي شرفي. الخواجات مو هون اختي؟ لا مو هون اخي، طلعوا على الزبدان يتغدوا. فوت. يلا فوتي عمي فوتي. ابوها وامها ميتين مره واحده ولك اخي؟ على قول صاحبي اللي جاب لي اياها لعندي على الاميم واللي كان ناوي ياخذها على الميتم، انه ابوها قتلوه البدو وامها واخوها ماتوا بحريق دب الارض اللي كانت تشتغل فيها الام والاب قبل ما قتلوا. تقطع مثل البقدونس على هالبنت. هلا اميلي الولاويل والدعاوي، واسمع شو بدي اقلك، بدي روح على شغلي. الامين ما في حدا لك اختي. قول اخي قول. البنت صارت بامانتك اختي. ها لا تاكل هم اخي، البنت صارت بامانتي، روح وانت مطمن. البنت جاي كل فكرها انه رح تقابل امها هون، لانه لحد الان مسكينه ما حدا خبرها ان امها واخوها ماتوا الله يجيرنا. روح فرم على حظ هالبنت. هلا اميلي النواح والدعاوي وفهمي شو بدي اقلك. لا تواخذني ولاد اخي، مو بايدي. اي والله قصتها البنت بتقطع القلب. لهالسبب بديك تسايريها وتواسيها لبين ما تلاقوا لها دبارة تخبروها ان امها واخوها ماتوا. اي بزمتي انا ما بيطلع معي هالحكي منوب منوب. اشهد ان لا اله الا الله، الخواجات بيلاقوا لها دبارة، بس انت خبري الخواجات على قصتها وهن بيلاقوا لها دبارة. رح حاول خبر الخواجات وقول لهم هالبنت. اي والله رح يطير عقلهم لما يشوفوها ان شاء الله. يلا انا بدي امشي اختي، خاطرك. الله معك اخي. خليكي هون حبيبتي، هلا بتجي امك. امتى يعني؟ مادي ماني مصدق شو عم بشوف عيوني. مين عبد القادر افندي؟ يا ميت اهلا وسهلا. عرف وزي كيفك؟ على السلامة. الله يسلمك يا رب. تسلم. انا قلت لحالي يعني ما راح تجي هيك بسرعة من لبنان. لا والله انا صار افضل اني اجي نام هون بالشام بعد ما خلص شغلي ببيروت. يا ميت اهلا وسهلا. بحرماتي نورت الميدان كله. تفضل. هي فوزي طمني شو صار معك؟ لقيت اللي بيت؟
لقيت لك بيت سيد راسي. شو بيت؟ قول قصر ولا تخاف. هل فيني شوفه؟ مثل ما بتأمروا سيد راسي، بس يعني شو عم بقول لحالي، منكسبكن على كاس الشاي بالأول بعدين منروح نشوف البيت. خليني نشوف البيت بالأول يا فوزي، بعدين شو بدك نساوي منساوي. حاضر سيد راسي، يلا سكن المحل وخلصني. بطل لي هالكار المعتبة، كل راس شهر شو عم تحصل هو تاخذه مني. هو هيك علم يعني، بس انا صاير ملتزم مع الزباين، يعني عندي قرابه 50 صرماي بدي سلمها للعالم. لك فوزي هويتك معك؟ ايه معي. ليش لويه؟ مشان اذا عجبني البيت لك فوزي بدي اكتب العقد فورا باسمك. يعني قصدي ليش حتكتبه باسمي سيدي؟ شبك مستغرب، عندك مانع؟ بدي اكتب العقد باسمك. لا اعوذ بالله، ليش ليكون عندي مانع؟ بالعكس، يعني قصدي يعني انه شلون بتامن انت بيت بهديك الحسبه تكتبه باسمي؟ لك فوزي انت بتتامن على الروح. عفوا سيدنا، بس يعني طيب يعني ليش لحتى ما سجله باسمك انت؟ حماك يا فوزي، انا هويتي اضطريت خليها ببيروت مع المحامي، في عندي بيني وبينك شويه مشاكل مع شركاتي هنيك، هو عم يحل لي اياها بالمحاكم، وبس يخلص حيجيب لي الهويه بعدين ننهي كل شيء. منيح استوعبت؟ سيدي الرئيس، السادة المستشارين، السيد ممثل النيابة العامة، إن كل الدلائل والإثباتات والبراهين تدل وبلا أدنى شك بأن المتهم رجاها هي وراء تلك الجريمة البشعة التي أودت بحياة الحاج بكر وسرقة أمواله وحرق أراضيه. لذلك يا سيدي الرئيس، أطلب من محكمتكم الموقرة إنزال أقصى العقوبات بحق المتهم رجاها العبد الله. ألا وهي الإعدام. لا لا يا سيدي، لا بريء يا سيدي، وغربة ولادي بريء، وراح متجاهل يعني في هذا بريء، عارفة فتي، وراح متجاهل بريء. ما قتلته، ما قتلته يا سيدي، ما قتلته. شوف اللي عم شوفها يا حبيبي، ايشو مصاحب قارون والماني دريان؟ اخ وينك يا ام فوزي تشوفي ابنك فوزي بشو عم يكحل عيونه. وينك يا سيلي؟ Thank you.
انا كان ناقصني اتحمل ذنب الشرطيات اللي ضربناهم. يعني قولي لي في حل ثاني؟ انت نسيتي سنين حبسك اللي راحت ولا سنين حبسك اللي جاي؟ نسيتي حكم الاعدام الظلم اللي حكموني اياه ولاولادي اللي شنطتوا لي اياهم؟ ما نسيت ما نسيت. لازم هلا ما حدا يلمحنا لانه اي غلطه ممكن يرجعونا على الحبس، عم تفهمي؟ يلا خلينا نمشي، توكلي على الله. لا اله الا الله، هذا المهم من النار. اهم شيء هلا نلاقي ارض نتقاوى فيها وبعدين لكل حادث حديث. على العافيه يا اختي. الله يعافيكي يا خيتي. بلاي ام دليله هون؟ تريدين هالعرس ولا الطهور ولا لتكشف لك على بختك يا خيتي؟ انا وام دليله اصحاب من زمان وجايه لزوره. انتظري شوي يا خيتي. يا عمتي يا عمتي، ضيوف جايين لعندكم. يا هلا ومرحب، يا هلا ومرحب بالزينات، يا هلا. كيفك يا دليله؟ وتعرفي اسمي بعد؟ أنا رئيفة، ما عرفتيني؟ رئيفة ما غيرها؟ إيه رئيفة ما غيرها. يا هلا ومرحب بزينة الزينات رئيفة بنت الأجواد. بالمهلي بالمهلي يا دليلة. الحمد لله على سلامتك، طلعتي من الحبس؟ حكايتي طويلة بعدين بحكي لك ياها. أمك موجودة جوا؟ إيه جوا، تفضلوا تفضلوا. مين الأميرة بنت الأمراء؟ هاي رفيقتي رجاها. نورتي ديارنا يا أميرة. شكرا. تفضل. يا هلا بالغالي، يا هلا يا هلا يا هلا. مين خالتك؟ يا هلا بالبنية. مين خالتك؟ مين الأميرة؟ هي رفيقتي رجاها يا خالتي أم دليلة. تشرفنا يا بنيتي، جمالك حلو وطمتك أحلى وأحلى، خزيت عنك عيون الحاسدين. يخليك يا خالتي، هذا من ذوقك. اتفضلوا اجلسوا، باين عليكم التعب. اي والله يا خالتي ميتين من التعب. ايش الخبر يا رئيفة؟ اللي نعلمه انهم اودعوك السجن لجل فعلة الافندي الخسيس. مزبوط مزبوط يا خالتي. ويش طالعك من السجن؟ على ما ندري مدة الحكم ما انتهت بعد. اختي رجاها نفذتني. شلون يا بنيتي؟ تكلمي يا رئيفة. هربنا من السجن. نحن هلا بحماية الله وحمايتك. وصلتوا يا بنيتي الديار دياركم. بلغ الخادمة تسرع بالطعام يا دليلة، لابد يكون الضيوف بالغين حد الجوع. حاضر يا والدة. ونحن مستعدين يا خالتي نخدمك بعيوننا طول فترة وجودنا عندك، بس نحن مو طالبين غير انه تخبينا لبين ما الله يفرج علينا. ان شاء الله يا بنيتي ان شاء الله. ما رح ننسالك هالمعروف لما ماتنا يا خالتي. المهم انه نكون بعاد عن الشرطة والحكومة. خير خير ان شاء الله خير. الغجر ما حدا بيقلن لا وين رايحين ولا منين جايين ولا حدا بيسألن عن هوياتهم. شو هالحكي؟ لكن ليش انا جبتك لعند خالتك ام دليلة؟ يعني هلا بدي افهم انه الغجر ما حدا بيسأل عن اي اثبات لشخصيته؟ ابدا ابدا. حنا الغجر رحل من يوم يومنا، ما حد يسألنا وين ما نسير وين ما ننسي. صدقيني لك رئيفة أنا ماني مصدقة. ماني مصدقة عم بسمعه. صدقي صدقي وكوني واثقة بكل كلمة عم بقلك ياها. يعني بقدر روح على مديرة براحتي؟ بتروحي على مديرة، بتروحي على دير العصافير، بتنزلي على الشام، وين ما بدك. ما في أخو أخته بقلك لا وين رايحة ولا منين جاي. يعني بقدر روح دور على غريمي ودور على اولادي؟ لكان ليش أنا ما خطر لي إلا أنه نجي لعند الغجار مشان هالشي بالذات، هيك منروح ومنجي على راحتنا. يا رب يا رب. وإذا بدنا كمان أم دليلة بتشغلنا معه. وبشو بتشغلنا معه؟ بالعراس. ليش هي شو بتشتغل بالعراس؟ بتعمل حفلات هي وبنتها ومعها حوالي 10 غجريات، عندها فرقة طويلة عريضة، شي بيرقص شي بيغني شي بيدق على الطبل وشي بيدق على الزمر. بدك ياني أرقص وغني لك رئيفة؟ هلأ أنا هربت من السجن مشان هالشي؟ رجاء أنا ما قصدت هيك. لكن شو قصدتي؟ هلأ أنت مو بدك تدوري على غريمك ولادك على راحتك؟ إيه؟ بس مو عن طريق الرقص، أنا طالع دور على غريمي وبس. بالرقص والحفلات بتدوري عليهم براحتك، وخاصة إنه أم دليلة وفرقتها كل يوم ببلد وكل يوم بديرة. مستحيل رئيفة مستحيل هذا الحكي، أنت شو عم تحكي؟ الموت علي أهون. وحدي الله ولك رجاء، يعني أنا اللي حابة هالشغلات؟ بس شو اللي جبرك على المر غير الأمر منه؟ ولا يعني بدك تضلي قاعدة بالخيمة وحاطة إيدك على خدك، وأولادك وغريمك هن اللي يجوا لعندك؟ هلا يعني يا بدنا نقعد بالخيمة يا بدنا نرقص، ما في حل تاني؟ لقيتها. شو هي؟ البصارة. كيف يعني ما فهمت عليكي؟
نخلي ام دليله تعلمنا البصاره او تركيب الاسنان. طب صير كله كذب بكذب. هي علينا. قومي يا بنيتي وادخلي خياتك الصبايا رئيفه ورجاها ولبسيهم ملابس الغجر. شهم ومعدنك أصيل ومن يوم يومك حر وشريف. الله يجبر بخاطرك بجال حبيب محمد. واللقمة اللي في فمك ما هي لك. اي والله المعلم عبدو الكريم. ولو واحد قصدك تلبيه لو كان بطلبه هلاكك. علي الحلال عم تحكي صفاته. قولي مولد جنابي. الوضع ما يجذب ويكشف المستور. قول إن شاء الله. الحمد لله. كنت فقير لكن بحسن أخلاقك وجهدك وتعبك أصبحت متفوق على كل رفقاتك. قول إن شاء الله. لك مزبوط. اي والله كان معتر مثل حالاتنا بس سبحان الله الله كرمه وصار معلم على الكل. الحمد لله. ربنا يزيدك كمان وكمان. قول إن شاء الله. إيه لا أكثر من هيك بنعود نزعل نحن. هلا مشان البيت بدي اياه بكره مسجل بالطابة هون بمسرابة باسم اختي وبدي ابر لي العفش كمان. سابة قريبة بتروح على سابة مباشرة بيجيب لي عفش على كيفك. بدي اياه ميجانو وزان ما بدي خشب مسويس. حط اجريك وايديك بمي باردة وحياة عينك لجيب لك عفش شغل ملوك وسلاطين ولعمل لك عرس ما صار بالغطين ولعزم لك الشام وريفة وتروح السهرة لطلوع الضو. بلا لازم بلا بطيخ. خلاص عمل مثل ما عم اقول لك وبس. مداعي ما مداعي ما بدي القرايبين واصحابه بس. ما بيصير يا أدري بيك عرس لجنابك لازم يكون يعني لا أوعك
أنا شغلات هاي ما بحبها. عرس من قريبه وململم وعناعين. مقصود أعمال مثل ما عم يقلك أخيه. خلاص عدري بيك، عرس من قريبه، عرس من قريبه. هيك أحسن. أنا بس أرجع من بيروت بدي لاقي كل شيء جاهز. ها يعني أول يوم بصل فيه نكتب الكتاب، ثاني يوم دغري العرس. عندي مشاغل لفوق راسي بيروت، مالي فاضي، بدي لاقي كل شيء جاهز. ها لعيونك يا بيك، ابشر من هاللحظة رح جنب حالي للعرس. يلا يعطيك العافية. لا تاكل هم أخي، أنا وجوزي رح نقوم بالواجب وأكثر. يلا سلام عليكم. الله معك، مع السلامة. مع السلامة تقدروا. مع السلامة يا بيك. يقول الوضع يا خالتي إنه خلافكم مع خصمكم سبب حاجة غريبة دخلت على البلد. مزبوط، هذا التلفزيون قابر لإني، لأنه يوم جاب جوزي تلفزيون على البلد دود أبو حمود حتى جاب تلفزيون وصار يسرق زباين جوزي. ما له حق أبدا. كملي تقبريني كملي لشوف آخرتها مع هالمقواص. لكن إن شاء الله يا خالتي حل الخلاف باين قريب ورح تكون الغلبة لكم. قلي لي شلون ببوس إيدك. أشوف رايا بيضة ظاهرة في الوضع. الله يسمع منك يا حق. أقول يا خالتي. تفضلي. أذكر أني دخلت هذه الدار بس كانوا ساكنيها ناس غيركم. مزبوط يا خالتي، هذه الدار كانت للشيخ محمود إمام الجامع الله يذكره بالخير. والحين وين هذا الشيخ؟ من يوم حادثة رجاها ترك البلد وهج. منو هذه رجاها يا خالتي؟ حرمة من عنا من المديرة، اتهموها بالقتل والسرقة وقالوا تحاكمت وانعدمت. بس من فترة وصل خبر على البلد انه هربانة من السجن، ومن يوم هلأ والسلطة نازلة تدور عليها ليل نهار. وامسكوها؟ شلون بدهم يمسكوها؟ ايه مو باينة اراضيها. وقتها اتهموا الشيخ محمود انه متعامل معها، مدري متستر عليها، وصارت الحكومة تلحقه. قام فل من البلد بسبب هالمشاكل وباعنا الدار. وين فل هذا الشيخ يا خالتي؟ يلي سمعناه انه نزل على الشام لعند بيت اهل مرته. وين يكونون اهل حرمته في الشام؟ وين ما بعرف، بس بعدين قالوا انه نزل من الشام لبيروت لانه له ابن هنيك بيشتغل ببيروت. كأني رأيت في دارهم وليد يوم اللي طبيت عليهم قريد مي. ايه هذا الصغير ابن رجاها واخدوه معهم واكيد عايش معهم ببيروت. لابد أن تفرج بإذن الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. فيك تقولي ليش بدها تفرج؟ إذا ابني ببيروت والشرطة عم تلعني نقر لقرني. اهدي ولا تجني، شغلتك بدها هداوة وطولة بال. ومن أين بدها تجيني الهداوة؟ فيك تفهميني إذا الأبواب اللي هربت من شانها من الحبس طلعت مسكرة كلها بوشي. كل الأبواب رح تنفتح بإذن الله، بس أنت خلي إيمانك بالله كبير. لا إله إلا الله، محمد رسول الله. سعد، أنا لازم أشوف أختي سعادة. هاي الشرطة رئيفة، هذا بيت أختي؟ ايه شبكون؟ أمك؟ ولا هي عايشة ريحتني هالمقوصة. نريد شربة مي. هلا بنخلص من الشرطة بيطلعوا لنا الغجاب. هلا هي اختك؟ لا مو اختي. مبين عليها كأنه صاحبة البيت. وغشتيني رئيفة. اهدي اهدي، بركي تكون جارتها عم بتساعدها. هلا بنشوف. شبابي شبابي. عذبناك يا خيتي. بسيطة. ايش تريد منكم الشرطة يا خيتي؟
من شان هالمقوسة رجاها اختها لسعدة، من يوم ما هربت من الحبس والشرطة ما فرقتنا لا ليل ولا نهار. والله يا خيتي اني حبيتك واريد اني ابصر لك. هذا اللي كان ناقص، بدي لحق الغدا. طولي بالك يا خيتي، ما ناخرك مبصر لك بعجل. فرقوني بريحة طيبة ترى روحي واصلة لمناخيري. هي اسمعي مني يا خيتي، اقبلي وخلينا نشوف لك بختك. مشكورة يا خيتي. صحة. يقول الودع انك ساكنة جديد في هذا المكان. مزبوط. وكان في قبلك واحدة ساكنة معلولة، الوجع هاد حيلها. كمان مزبوط، هي سعدة اختها للمذبوحة رجاها يلي عم يخفقوا لعنا الشرطة بسببها. وكان معاها لهذه سعدة بنية صغيرة، لا هي بنيتها ولا هي غريبة عنها. مزبوط، هالبنت اللي عم تحكي عنها بتكون بنت اختها لسعدة، ودياب بيقول لي انه ودتها لميتم من مدة. وايش ايش يخليها ترمي بنيها الصغيرة في ميتم؟ ايش هي ما عندها قلب؟ اللي عرفته من دياب انه خالت البنت ودتها لميتم مشان ما تضيع بعد ما سمعت انه امها حتنعدم، وبعدين فجأة ما سمعنا الا انه رجاها هربت من الحبس. ومين يقول لك دياب يا خيتي؟ يي دياب جوزي. خالة البنت وين؟ خالة البنت اعطتك عمرها. ربنا بعد ما تذكرها هذا الهجر رايحة تعود زي ما كانت. ربي يسلمك يا حكيمة. اغلي هذا العشب بالماء وهاتيه بعجل. حاضر. عمتي اذكوها هذا العشب، عسى من ربنا تشفى، قادر وكريم. ربنا يسمع منك. ابقي إلى جانبها يا حكيمة. عندي مريض بحاجة لتقديم العلاج، رايحة أقدم له العلاج وعود بعجل. لكن لا تتأخر يا حكيمة. عيني خير، مشوار الدرب يا عمتي. حسبي الله ونعم الوكيل. يحكي لك على الشغلة أبي. خير أبي، شوفي من الكوى أبو نظمي أبي اللي حكيتي لي عنه؟ إيه أبي اللي حكيت لك عنه. إيه وشو صار هالمرة؟ عم حس نفس الإحساس اللي حكيت لك عنه كل ما عم شوفه، ويوم ورا يوم عم يلهف له قلبي. والولد قديش عمره؟ شي 6-7 سنين. وهو أكيد ابنه لأبو نظمي ولا شغيل عنده؟ لا ابنه. وشو هالإحساس اللي عم تحسيه لما تشوفيه للولد لك بنتي؟ كل مرة بشوفه بقول يمكن بحبه لأني بحب الصغار، بجوز لأنه محرومة من كلمة أخي أو أختي. غريب، شو اللي عم يشدك ويحننك لقبل الكو لهالدرجة لك بنتي؟ والله محتارة، مشان هيك قلت لك عن أول مرة وتاني مرة شفت فيها الولد. معقول يكون أخوها عايش؟ ولو مالي متأكدة إنه أمي وأخي ميتين، لكنت قلت إنه هالولد أخي من لحمي ودمي. معقول يكون أخوها عايش؟ رجاها؟ هلا هذا القادري ما له قرايبين؟ ما له أهل؟ في بني آدم ما عنده أهل كريفة. طب وين ساكنين أهليته وقرايبينه؟ هلا على حد علمي أصله من مسرابة. معناته أهله وقرايبينه بمسرابة؟ هيك بده يكون. طيب معقول كل هالسنين ما خطر ببالك انه نوصل مشوار ناحيه اهله ونخمخم حواليهم عليه؟ اه يعني درنا عليه بكل المحلات، ما خلينا قرنه تعتب علينا، ما قدرنا نوصل ناحيه قرايبينا واهله كل هالسنين لانه الناس قالوا لنا انه هو ببيروت. كان لازم نسال ونستفسر من قرايبين القادري بنفسه عن احواله، بيجي على الشام ما بيجي، قبل ما نبعته نسال عنه ببيروت. قلتك لك رئيفه معلوم مدري ليش ما خطر على بالي شيء. طب انت بتعرفي وين قرايبينه بالضبط؟ بتذكر كان يقول انه في عنده اخت بمسرابة وكان يزورها من فترة لفترة. خلاص منروح لعند اخته وبحيلة التبصير بنستفسر عن احواله وبنفهم كل شيء. ايه
يا خيتي. أهلا وسهلا أختي. نلقى عنكم شربة مي؟ تكرم عيونكم. يا أمو فاطمة هاتي بريق المي أمي. ما شاء الله عليكي، باين من طلتك إنك بنت حلال يا خيتي. هذا من ذوقك ولطفك تقبريني. يصير نبصر لك يا خيتي؟ إيه شو عليه، منبصر لك أختي. تفضلوا فوتوا. معقولة تنعتذر بيتك من خلفة الصبيان لك قادري؟ لا وتروح كل الرزق اللي معي للأزهرة. معقولة طلع على خلفة البنات أنا؟ لازم دبر حالي. وزيه وماشي حالها. في بقلبك لوعة على قريب. مظبوط، هذا أخي القادري. وله زمان غايب في بلاد ما هي بلاده. كمان مظبوط، عايش ببيروت من يوم ترك شغله من عند الحاج بكر. وإيش كان يشتغل عند الحاج بكر؟ متريس. متريس لك أختي، بس بعدين رجعه مرابعي، وهذا الشيء اللي خلاه يرحل ويروح يقعد ببيروت. لا حول ولا قوة إلا بالله. بس يا خيتي قلبه قاسي وله زمان ما مر عليكي، من السنة للسنة هذا إذا أمكن. يو والله كلامك مزبوط لك أختي، بس من بعد ما تجوز ومرق على جوازته فترة وكانت خلفته كلها بنات ولي علي، صار كل 20-15 يوم يزورني مرة ويشكي لي همه. المسكين خايف ما يجي صبي يحمل اسمه ويحوف أمواله وأرزاقه. بس بيني وبينكم اقترحت عليه بالزيارة الماضية إني جوزه، ووعدني إنه رح يفكر بالموضوع. خيك عنده أموال وأرزاق ما بتاكلها النيران. أنا ما شفت بعيني، بس هو يقبر قلبي بيحكي لي، ومن الهدايا يلي بجيبها معه من بيروت بتعرفي إنه غني وملان وممتلي. إيه أنو أزاز وأنو طيبات وأنو مالقي وأنو حاجات، أي نص عفش بيتي من عند أخي من بيروت. وعلاش يرحل بيروت؟ لو ظل هنا في الشام يشتغل بين أهله خلانه ما كان أحسن؟ اكعيت ومليت وطلع على لساني شعر من كتر ما حكيت معه. ما في خواص، معمد يضل ببيروت. لا وفوق هالشي حرمته بيروتية ومقبلانة تجي تسكن بالشام هون. وين بيشتغل ببيروت خيك يا خيتي؟ يمكن قال لي بخلدي، بالخزاعي، بالبرج، والله ما بعرف لك أختي. المهم إنه تكون حرمته حلوة وتستاهل العيشة الزينة. على قول أخي إنها حلوة كتير كتير. وعلى قول خيك يا خيتي، ليش حضرتك ما شفتي مرته؟ ها؟ شفتها بالصورة، بس معلومك الصور ما بتبين البني آدم على حاله مثل الحقيقة. علاش يوم انتزوج ما حضرتي زفته ولا شفتي مرته؟ كل خوفي هلا تعرف أختي رابحة إني مو ساكن ببيروت وإني ساكن بالميدان. يا حبيبي شلون من ظبطاي مع جوازي؟ رح انكشف كل شيء، رح انكشف انا. بس رابحة مسكتها مسكتها، لكن مقصود لا اله الا الله. كان لازم الاول الا الاختي اني ساكن بالميدان. يا رب العالمين كلكم وفوزيكم وفوزي ما تعرف. الباقي كله ما دور علي، حتى مقصود ما دور علي، بس وزيع لا. لازم يكون لي صبي، لازم يكون لي صبي. هو كل ما بيزورني بيوعدني انه يجيب حرمته معه بالزيارة الجاي. وما شفتي بناته؟ معلوم شفتهم لك اختي، شفتهم بالصور، لانه كل ما بيزورني بيجيب معه صورهم. وما فكرتي يا خيتي تروحي على بيروت؟ معلوم فكرنا لك اختي، أنا وجوزي ولادي، بس هو على طول يا مشغول بشي أما بده ياخد حدا معه بسيارة. ليش عنده سيارة؟ سيارة بشوات وأفندية يخزي العين. وإيش يعمل خيك في بيروت ربنا يزيده؟ على قوله عنده محلات كتيرة ببيروت، محلات أجبان وألبان ومحلات لبيع الصوف ومطاعم وخلافه لك أختي. ما شاء الله ربنا يزيده ربنا يزيده. وهذه الخيرات ورثها خيك من بيك ولا من ميمتك يا خيتي؟
من بيي ولا من ميمتي؟ أمنين يا حسرة لك أختي. الوالد والوالدة ما تركونا الحاف نتغطى فيه، بس هو فلهوي وشاطر. أي بظرف كام شهر قال له ربي خود خود وصار وتصور. جاهر هو والعمل هلا بوس ايديك ورجلك يا رئيفة سعدي. حاسه حالي من فرحتي رح انهبل او افقد عقلي. حبيبتي امسكي اعصابك ولا تتهوري بلا ما يعرفك. خلينا نطلع من هون وبعدين لك نحابس حبيس. قومي نمشي نسلم عليكم. سكي الله يخليك. شوفي يا خيتي انا حبيتك كثير وبدنا الله رح نكرر الزياره. وقولي لاخوك بإذن الله ربنا بيرزق غلام. والله وأنا حبيتكم كمان أمانة. كل يومين ثلاثة تبرقوا لعندي. سلم عليك. سلم عليك. هو يا رئيفي هو أخيرا اعترت عليه. معقول عنده كل الأملاك ولك رجاها؟ قلتلك هو الحاج بكر كان عنده أموال مبتك للنيران. هو اللي سرقوا الحاج بكر وهرب بمصرياته. طيب شو بدنا نعمل هلا؟ لازم نشد وراه ونعرف عنوانه وين ما راح. حبيبتي شو بدنا نشد وراه وهو معه سيارة قد بلاد؟ بتروحي هلا بتستأجري السيارة وأنا بقعد هون قدام البيت عم بستنى. حبيبتي ديري بالك على حالك ولا تتصرفي شي لحتى أرجع. إيه؟ الله معك. فوتو مثل واحد فايت على بيته. طب وعلى اساس انه ببيرو؟ شو بعرفني؟ هيك على اساس. وهذا شو؟ قواك ربنا يا اخوي. اهلين اختي. اهلا وسهلا. ايش اسمه هذا المكان؟ هون الميدان اختي. الميدان؟ اي نعم الميدان. بصروا لي شي اختي؟ الغجر ما يبصرون الا لكل واحد محتشم وما يكذب. وانا بعمري ما كذبت. تكرم عيونك نبصر لك لو ما نبصر. اصبح استنوني لوصل الاغراض لبيت عبد القادر افندي وراجع لكم بسرعه. لا تروحوا. ها بيت مين تقول؟ عبد القادر افندي. شعوا بيته ما بينا. هذا هو بيت عبد القادر افندي؟ ايه هذا هو. ليش انت بتعرفي؟ لا ما اعرفه. اصبح استنوني هون لا تروحوا وراجعي. شو طلع اسم صاحب البيت عبد القادر افندي مو القادري؟ عبد القادر افندي. السلام عليكم خاتم البيت. اهلين ابن عمي. اهلين. يسلم يديك يا رب. مع السلامة. معقول القادر يكون عنده بيت هون وبيت ببيروت لك رئيفة؟ ما بعرف. بجوز. هلأ بنفهم. بس يجي شب بنبصر له بالحارة التانية. طب ليش بالحارة التانية؟ نزلي بعدين فهمك. قدامك طريقين. الأول هني وسهل
ومنور بأنوار النبي ما شاء الله. يا سلام. وثانيهم وعر وصعب ومعتم، العتمة تحيط فيه من كل حد بوصوب. ولي أنا خاف من العتمة. أصبح أسلك الطريق اللي كله أنوار. شلو؟ بالعبادة والتقى وطاعة ربنا والصلاة على النبي. كلام خيتي مزبوط يا أخوي. بزمتي بصلي وما بقطع وقت وعلى طول ذكر النبي، اللهم صل على النبي، ما بنقطع لساني. أنت تتكلم الصحيح يا أخوي. بزمتي تتكلم الصحيح. وما تسرق. أعوذ بالله. وما تتكلم بالسوء على أحد. بنوب بنوب. وما تجذب. أعوذ بالله. أنت متأكد؟ إيه متأكد. يمكن تكذب يا أخوي، كذبك يبان بالودع، وإن انكشف كذبك والعياذ بالله رايح يميل بختك وينقلب عليك وتسود عيشتك والأحزان تملي ديارك. أنا ما بكذب ولا رح كذب، وأنا بالأساس ما بكذب. إيش قلت لي اسم الراجل اللي وديت له أغراب من شوية؟ عبد القادر أفندي، هيك اسمه. وإيش يشتغل هذا عبد القادر اللي تقول عنه؟ تاجر، تاجر كبير كتير. وبأيش تاجر؟ على هو ما سمعت إنه عنده مخزن صوف ومحل لحمة وأجبان وألبان وخلافه. وانت متأكد من هذا الكلام يا أخوي؟ هيك بسمع من الناس. وين تصير محلاته يا أخوي؟ وين بالضبط ما بعرف، بس كلهم قريبين من بيته، شي بالميدان، شي بأبو حبل، شي بالبوابة، شي بالأعاء، ما بعرف. ما شاء الله ما شاء الله. ومن وين أصله هذا؟ بيقولوا أصله من الميدان، وهلأ من جديد من شي 5 سنين رجع الميدان. هلأ بتكون تبصروا لي وتكون تسأل عبد القادر أفندي؟ لا يا أخوي، احنا بدنا نبصر لك، ما لنا مال عبد القادر. طبعا نريد نبصر لك، بصري له. ايوه، وديش كمية القشر لك عمي؟ قرات 40-50 طن يا عمنا. محرزين محرزين والله. طيب عرفت لي سيدك قديش بده بيع الطن؟ لا بالله ما عرفت، بس اللي عرفته انه يريد يبيع القشر حاشا للفلوس. ايوه. طيب ارض سيدك وين بتصير؟ بالشبعة. يعني بالشبعة وين بالضبط؟ اذا حبيت تيجي قل لي متى واني انتظرك باول طريق الشبعة والساعة اللي تريدها. ايوه. انتوا الاثنين ترابطون على الطريق الواصل لهنا، وانتم ابقوا جولوا حول الدار. ما وصيكم، عيونكم صاحية وعشرة على عشرة. مشيتوا لك، بعتوا لي واحد يتفاهم معه. شو قصتكم انتوا التانيات؟ لك شو غايتكم؟ فهموني، حكوني شو بدكم مني؟ لك هاي، اعوذ بالله، كاني شايفكم بدل مره. بس وين؟ ما عم تسكر. مين انتوا؟ لك فهموني، مين انتوا؟ لك يا مخلوقه انت وياها، يا خلق الله، لك فهموني شو بدكم مني؟ فهموني احسن ما اطلع عن طوري. ها أعوذ بالله، رح بطلع عن طوري. ها فهموني شو بدكم. ما عرفتني ولك عبدول؟ بالله لا ما عرفتك من صغرى. مين حضرتك؟ اتطلع فيني منيح وتذكر. انتي غجرية ولا؟ تذكر منيح يا ضلالي. عم تحكي حكينا ولابس لباس غجر. شو قلت لحالك ما بقى تلتقي فيني؟ لا بس ما دريت اني هربت من الحبس؟
دريت بس. بس شو؟ قالوا بعد ما هربتي من الحبس هربتي لبيروت وما حدا متوقع انه تكوني هون بالبلد، والشرطة قامت الدنيا وحطتها وما قدروا يكمشوكي هون. وبصير مسك حالي للحكومة قبل ما انتقم للناس اللي شهدوا ضدي زور؟ بصيروا لك عبدول؟ شو قصدك؟ غواني ما بيبتسم عليك يا رجاء. كذاب ولك عبدول، اللي بيحلف ضد مرة برية بيكون كذاب، واللي بيشهد ضد مرة برية بيكون كذاب، واللي بيقول انه انا اللي سرقت وقتلت وحرقت بيكون كذاب، واللي بيبدل حالي بيكون كذاب. كذاب ولك عبدول، كذاب. كل هالضيعة والعمال والفلاحين والمزارعين والمرابعية كلهم شهدوا انك انت ورا السرقة والحريق. شيلني من العالم كلياتها، انا بدي اسالك انت بالذات، انت اللي كنت اقرب واحد الي انا وجوزي بتعرف عنا كل شيء، مزبوط العكي ولا لا؟ مزبوط. لكن شلون تشهد ضدي انه انا اللي سرقت وحرقت وقتلت؟ شلون؟ قلت مثل ما قالوا الناس. حتى لو كانوا كذابين ومفتريين؟ هيك قال الكل، هيك قالوا الناس. وانت شفتني بعينك ساويت كل هذا الشيء ولك عبدو؟ لا ما شفت. لكن ليش شهدت ضدي زور؟ ليش؟ ما كان قدامي اللي اشهد ضدك يا رجاء، لانه الامر كان اكبر مني ومن كل العالم. وفيك تفهمني ليش ما كان قدامك غير انك تشهد ضدي؟ لانه كل الاثباتات والشهود والادله وحتى الظروف كانت ضدك. ايه ضدك. كان لازم اقول مثل ما قالوا واشهد مثل ما شهدوا بالضبط. حتى لو كان كذب وافتروا لك عبدول؟ بوقتها ما كان في مجال الا اني اشهد ضدك يا رجاء انا وغيري، ورحمه الاولياء والصالحين لو ما شهدنا ضدك لروحونا بالف بليه وبليه. مو مزبوط الحكي لك عبدول، كلمة حق أسلم ألف مرة ومرة. مو مزبوط. عارف ابن الحاج بكر كان مستعد يلفق لنا ألف تهمة بتهمة مشان نشهد ضدك، كان مستعد يخفينا عن وش الأرض. بدك تفهمني إنه خفتوا من بني آدم وما كنتوا تخافوا من الله؟ ليش لك عبدول ليش؟ لأنه كان متأكد ومتيقن مثل ما كان الكل متأكدين ومتيقنين إنك أنت من وراء المصيبة هي. وفيك تقلي منين أخذتوا هاي المعلومة؟ فيك تفهمني؟ من أهل مديرة والعمال والفتالة والمرابعين يلي شهدوا الحريق وشهدوا على هروبك بالوقت كانت الناس كلها عم تفزع حتى تطفي الحريق، وقت اللي تأكدوا انك هربتي مع ابنك لبيت الشيخ محمود اتأكدوا بكل الدلائل لو انك مانك عاملة هالعملة ما بتهربي بهيك ظروف، وما ظل حدا من المرابعية والمزارعين اللي كله صار يقولوا بالصوت العالي رجاها هي اللي فعلتها، رجاها هي اللي حرقت، هي اللي سرقت، رجاها هددت ونفذت، انتقمت إلها، انتقمت لجوزها، انتقمت لحالها. أنا هربت مشان أحمي ابني مو مشان التهم اللي اتهمتوني فيها. ما كان حدا مستعد يسمع منك هالكلام، خاصة عارف ابن الحاج بكر كان مستعد يقتل أي واحد ما بيشهد ضدك، والكل كان سمعان تهديدك وعيدك للدرك ولكل العالم. بس هذا كان مجرد حكي. بس أخذوه بجد، وخاصة عارف ابن الحاج بكر إجانا قبل بيوم من محاكمتك هو جناب المحامي وفهمونا بالحرف والكلمة شو نحكي ضدك بالمحكمة. يعني لولا عارف ابن الحاج بكر ما كنت شهدته ضدي؟ نحن كنا ضايعين يا رجاء بين الحيرة والخوف من كلام الناس، كنا ضايعين بين سفاقين ورحمة شاهر. اوعك تفكر كنا مبسوطين نحن لأنه رايحين نشهد ضدك بالمحكمة، بس ما كان في قدامنا حل تاني. بهالحال تبعكم بهدلتوني وضيعتوني أنا وأولادي. وإذا أنت كنت مظلومة عن حق وحقيقة رجاء بيكون رب العالمين انتقم لك من عارف ابن الحاج بكر شر انتقام. عارف؟ ايه عارف. شلون؟ بذات المدة اللي تحكمت فيها انت انكمش بتهمة تجارة المخدرات وانحكم 3 سنين مع الاشغال الشاقة. عارف ابن الحاج بكر يتاجر بالمخدرات؟ مستحيل، ما بصدق هالحكي. اذا بشوفه بعيون التنتين ما بصدق هالحكي، ما بصدقه. مسكوا عنده بالخان كمية مخدرات. ما بصدق انه في واحد من عيلة الحاج بكر يعمل هيك عملة، ما بصدق. عم اقول لك هو بالحبس من وقت لهلا وعمل اكثر من محاولة هروب وتصاور على ايد الشرطة اكثر من مرة وتبهدل بهدلة ما بعد بهدلة، ومن وقت لهلا كل الناس عم تقول الله انتقم لك، الله انتقم لك على قد ما عمل فيكي.
معقول القادر يكون له يد بالموضوع؟ وإن شاء الله ربنا ينولك اللي تريده يا أخوي. هلا حبيبتي. هلا. الوالدة هنا. ايه. قولي لها البصارة. على عيني. وبحر الشهر الجاي إذا راتيدي ربي رح يتم العرس. إيش يا خالتي بهذه السرعة؟ هو يقبر قلبي مستعجل وبده يتم العرس على السريع. اضرب أنا إن شاء الله. ناطف قلبه على ما يجي صبي وبده يتجوز بسرعة. بلكي الله بيرزقه من جديد الصبي. إن شاء الله ربنا يرزقه الصبي اللي يتمناه. إن شاء الله. خيتي من وين خطفتوني؟ من هون من مسرابة. إيه بس شو عروس فرجة لمين بده يتفرج. مبروك يا خيتي الله يرزقه ولد. بس من كتر مو تقيل ورزين يقبر قلبي ما رضي يكون العرس فيه طنة ورنة وبده يتم كل شي وعلى السكات. معقول يا خيتي راجل له جاه وسلطان ومركز يصير له عرس على الساكت؟ لا هذا ما يصير. معك حق لك اختي بس بيني وبينك اتفقت انا وجوزي مقصود ان اعمل له عرس مطنطن ما صار بلغو الطين ويضل السهر والمغنى لطلوع الضو. وعلينا فرقة الرقص والمغنى والفقش. ابشري يا ستي. ما فهمت عليكي. رح ندزلكم من عندنا من القبيلة فرقة. ليش عندكم فرقة خرج هيك شغلة؟ واحسن فرقة في الشام كلها. شو هذا الحكي؟ من يد ما نعدمها وباذن الله نبيض وجهك واعتبريها نقوط مني ومن خيتي دينارة. لا بدون مصاري كتير هيك. اي والله كتير يو ما بيصير لك اختي. ولو يا ستنا احنا صرنا اصحاب واهل واعز ان شاء الله. تعالوا تريس عبدون عشان تريس عبدون. شو عم تقول يا متريس عبدول؟ صلاة محمد عم تحكي مزبوط. لك اخي بهيك امور ما في مزح منوب. لك صابر ما في مزح منوب. اي ما عم تفوت براسي يا رجال. لك اخي فوتها براسك. لك فريد خليها تفوت. شو بنا وين اجتمعت فيها؟ مو مهم وين اجتمعت فيها. لك انا شو المهم؟ المهم انه هذا الكلام يضل بيناتنا احنا الثلاثه ما يطلع براتنا منوب لانه بصراحه بينخرب بيت رجاها. اوف ليش انت خايف على رجاها يا متريس عبدول؟ معلوم عمي معلوم خايف عليها. ليش لا؟ وليش بقى خايف على رجاها؟ هذا بدل ما تعجل وتخبر عنها الشرطة ورجعوها على الحبس ويعاقبوها شر عقاب ما بدك يطلع كلام براتنا. لك شو صار لك انت يا بتريس عبدول؟ شو صار لك؟ لك اخي سمعت كلام الرجاها خطير كتير كتير وهذا الشيء بيحتم علينا انه تضل عايشة وبأمان. يا محمد العربي فهمنا شو الرواية. لك اخي رجاها عطتني معلومات واثباتات بتاكد انه هي بريه 100% من التهمه. لك يا شباب بريه من التهمه؟ لك شو عم تحكي انت هلا بعد كل هالمده يا متريس عبدول جاي تحكي هالحكي؟ لك اخي ان كان هلا ولا بعد 100 سنه المهم الحرمه جرجرتني بحجه القشر وخاطرت بحياتها مشان توضح لي معلومات بتشيب الغلمان. لك يا شباب لا اله الا الله. وشو هالشغلات اللي بتشيب الغلمان بقى؟ داري من وقت ما هربت من الحبس وهي عم تدور على غريمها بالسراج وفتيلة. غريمها؟ ليش مين غريمها؟ لو حكيت لكم ما راح تصدقوا. لك احكي يا متريس عبدول. لك احكي والله نطفت قلبناك. احكي. بيشبهوا والله بيشبهوا بس هيئته مختلفة كتير. مظبوط. سهلين يا افندي. سهلين يا عطا. عطا معاك جوجي كنافه. الله يرضى عليك. سرعه سرعه جيب له كيلو كنافه للمعلم. يلا اتحرك عمرك. يلا شباب حركونا لشوف. هي نوعيه وهي نوعيه وهي بسعر وهي بسعر تاني. اللي بتلاقيه مناسب احنا جاهزين. شو بدك؟ شو لازمه؟ المحل محلات. راجع امورك ورد لنا خبر. ايه استاذ بسام أنا بعت خبر ورقة فامي يعني بعد ساعة بكتير بكون عندي هون. لكن من شوي بعت الشوفير ورائي بيدور عليه ومكان لا إلا ما يلاقيه. إذا هو بالمكتب بالبيت مو بالبيت بالطابور. فهمت إنك أنت بعد ساعة حتكون عندي.
لا يا استاذ لا. انا بانتظارك على عليك. لا لا تغدى اوعها، تغدى بالمعيه. عمي على شو اعتمدتوا؟ على هي ولا على هي؟ صلي على النبي وورجينا شو في عندك كمان لك عمي. عمي بضل فرجيك لبكره الصبح، مهم تعتمد. قول يا رب. شرف. العافية عمي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلين سليم. الزباين اللي حكيت لك عنهم رايدين ياخذوا قرابة 80 طن سيدنا. يا أهلا وسهلا. شرفتوا على سلام. بالمهلي سيدنا. شو القصة؟ شو القصة؟ وكيل جنابك عم تقل علينا سيدنا. الظاهر ما عجبناه مو رايد بينه. سيدنا أنا أعطيتهم السعر المناسب. معلش معلش رأيي مش بقى يلا رأيي. سيدنا ما دفعوا بالرط النص السعر اللي بناخذه من رأيهم. يا عطا رأيهم خلاص عم قلك رأيهم بعيتهم الشباب أكابر يلا خلص رأيهم. يعني بيعوا رط الصوف خسارة سيدنا؟ عطا قلت لك روح رأيهم يلا خلص. ماني فاضي هلا يلا خلص طلع انت من فاضي وانت من برا يلا يلا انا عندي شغل يلا يلا امرك تعش راسي امرك كتر خيرك سيدنا الله يكتر من امثالك سيدنا أم عبدو جاييك يا عريس أبيضاني شعرها أبيض كله أبيض تعرفينا؟ أنت بدك أخوك يطلع بري قدام الله والناس والمحاكي؟ شو؟ مثل ما سمعتي أنت جاي عم تهديديني بسلاح بنص بيتي مشان تطلعي أخي من الحبس؟ جاوبيني على سؤالي يا بنت الناس أنت شلون بدك تبري أخي؟ عندي طريقة شلون؟ اللي يكشف الفاعل يا ريت أحسن صدقك عريفي خانة أنا ما فوت على بيتك بعرض حياتي للخطر مشان أقعد أتسلى. أنت شو عرفك بس تعرف؟ يا خانم مو أنت قلتي لي نبلش من الأخير، ليش عم ترجع للأول؟ إذا كان كلامك مزبوط وطلع أخي عارف بريء من الحبس، رح تنالي مني منال، مناله بني آدم لا بدهر ولا بزمان. يا خانم أنا ماني طالبة منك غير شغلة وحدة بس. شو هي؟ الشهادة. على شو؟ على إني برية. شلون؟ بالدلائل. قولي. أخوكي بري مثل ما أنا برية، واللي عمل العمايل واحد ثالث. شو؟ ايه يا خانم انا ما هربت من الحبس الا لما عرفت وتيقنت مين اللي عمل فيني العمال كلها مين اللي قتل جوزي ومين اللي سرق المصاري ومين حرق الارزاق كلها شو عم تقولي؟ ما سمعت رجاها ما غيرها كانت عنا بالبيت؟ لك ايه رجاها ما غيرها وكانت متخفية بتياب الغجر وقتلي كلام كتير خطر يا عماد بس ما تكون أزتك لك لا ما أزتني بس شو؟ رعبتيني هلا انت ترك كل شي من ايدك وتعال على البيت دغري طيب حبيبتي مشوار الطريق وبكون عندك يا جماعة فهموني شو صار ما صار شي يا سيدي ما صار شي الحمد لله مرقت على خير رعبتيني ليه جبتيني كرفتي لأنه شو حكيت معك شي سويت معك شي لك ما حكيتني شي ما عملت لي شي بس أنا شوي ارتعبت من اللي صار يبليها برعبة ما تفارقها طول عمره وحياتها يا حق معقولة أنت يا أم عبدو يصير كل هالشي بالبيت وأنت ما لك خبر والله يا سيدي ما صار عندي خبر غير لما طلعت من البيت عماد أم عبدو ما لزم ماشي ساوي كاسة عصير وجيبيها بسرعة تأمر يا سيدي يلا يبعت لحمة شو بنت حرام تخطر ببال الشياطين هي الشغلة انها تتذكر بأوعي غجر وتفوت علينا وتهددنا بالطبنجة كمان يلا مين القادري متياراني؟ هذا كان متريس الأرض يعني مثل الشاهر شازة لرجاها وعبد القادر دلول هو نفسه القادري على قر رجاها شو حزولة يعني؟ الظاهر الشغلة جدية يا عماد شو عم تحكي انتي؟ وعم تقول نفس الشخص اللي لبس التهمة هو اللي لبس اخي عارف تهمة تجارة المخدرات معقول؟ هي هيك اكدت ومين هذا الشخص؟ شو اسمه؟ اسمه عبد القادر دلول هو نفسه القادر مدياراني هيك قالت رجاها شو هالحكي؟ وتركتنا الاسامي وعلى اساس ترد ترجع لعنا بعد ما تتأكد انت من الاسماء بالجمارك والنفوس
عريفة يرحم أمواتك، فهمني إياها واحدة واحدة، لأنه فت بعضي وما عاد فهمت شي من شي. بعد يومين أنا رح ألتقي بالمحامي، بيكون تحرى وتطقص بالجمارك والنفوس ودوائر الحكومة على راحته. وأنت متأكدة إنه حيكتشف كل شي صار زور؟ طبعاً متأكدة، مثل ما أني شايفتك. طيب وبركي عصلجت مع المحامي؟ أنا متأكدة من كل خطوة عم ساويها ومن كل كلمة عم بحكيها. طيب ليش ما التقيتي فيه اليوم وحكيتي له كل شيء؟ ليش هالدويخه هي؟ طالما بدك تلتقي فيه بعد يومين. بعد يومين بيكون اكتشف الجزء الاكبر من الحقيقه، بس لو خبرته هلا كان راح لعند الشرطه وخبر علي وعقد الامور اكثر ما هي معقده. انت حرمه فظيعه يا رجاء. انا حرمه مظلومه لك عبدول، وما في ابشع من الظلم غير الظلم. المهم وبعدين؟ راح التقي بالمحامي وراح وكله له بالذات بالدعوه، وراح خليه ينبش القضيه، وتاني يوم رح شوفك ورح قلك شو صار وشو رح تساوي. طيب من هون لوقتها شو لازم اعمل انا؟ بدك تضل الطلطة اللي عند اخته للقادري، بس حسك عينك حس عليك القادري. ها من هالناحية لا تهك لي هم منوب. من يوم ما شهدتوا بالمحكمة على رجاها وهي مو مصدقة انه انتوا بالذات تشهدوا ضدها، والظاهر كان احساسها بمحله، ويمكن اللي معدنه طيب قد ما شرق وغرب رح يرجع لاصله ومعدنه. جل من لا يخطئ، في مثل عدل البدو يا رجاها بيقول إذا جن ربعك عقلك ما عاد ينفعك، وهديك الساعة أهل الضيعة كلهم جنوا وكلهم صار يقولوا رجاها هي اللي عملتها، وصار اللي صار. بسيطة، نسيت عرفك، هي أختي وصديقتي رئيفة، كان إلها الفضل إنه فتحت لي عيوني وخلتني أعرف من هو غريمي، وفكرنا وقتا نهرب سوا. شرفنا يا أختي. انحبست مثلي ظلم وظلم. عند ربنا سبحانه وتعالى ما بيضيع شيء بإذن الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. بس رجاها تاخذ براءتها، كاني انا بريت من كل شيء مظالم مرقت علي بحياتي. الله كريم يا اختي، الله كريم. لا اله الا الله. ايه رجاها، بدي اسالك سؤال. ما عرفت شيء عن اولادك؟ أهلين فيك. شو شايفك بحارتني؟ كنت مارقة بالحارة، قلت بطريقي بسلم عليكم. رميت أهلين وسهلين. خليك بشغلك. وين أبوك؟ ماني شايفته. راح مشوار هلأ بيجي. شبك نظمي؟ ما عادت أخذت وجبت الشغل على المعمل. مين؟ عزيزي خانم؟ علي والله حلت علينا البركة. كنت مارقة من هون، قلت بيجي بسلم عليكم. يا ميت أهلا وسهلا ومرحبا. فز ابني فز مثل البرق، روح جيب ثلاث كاسات ليمون جامد وبسرعة يلا. لا تعذب حالك عمو، أنا مستعجلة كتير. لا ما بصير ولو مرة تانية إن شاء الله، بس قلت لحالي ليكون نظمي مرضان وفي شي لا سمح الله، لأنه ما عاد إجي على المعمل، وقلت صايرة وصايرة وقريبة منكم لأجي اتطمن عليكم. لا الحمد لله ليكو قدامك مثل الحصان، بس أنا مثل ما فهمت من سيد رضوان أنه هو جايب صانع لهالغرض هاد بالذات. رضوان قال لك هالحكي؟ شرف استاذ هاي البيان. شكرا كثير. تفضل يا خالص وقع هوني. يعطيك العافيه. اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. المحامي عماد الزين. شرفت استاذ. عميل معروف، بدي اياك تتاكد لي من هالاسم. ايه تكرم. عبد القادر دلول، هذا متوفي من 15 سنة تقريبا يا أستاذ، ومات عمره 55 سنة، وليكو موفين عنا بالنفوس بنفس العام. أنت متأكد من هالشي؟ طبعا متأكد يا أستاذ، وهي القيد بإمكانك تقرأ بنفسك. تفضل يا أستاذ. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلين. مين؟ سليم بيك هون؟ عم قول لحالي ليش منور المعمل اليوم؟ منور بوجودك يا بنتي. ساولنا قهوة يا أم رضا. على عيني.
هيك شرفنا سليم بيك، بزمتي فرحت بجايتك كتير كتير. وين كنتي يا عزيزة؟ بسوق الحمدية. بعرفك ما بتكذبي يا بنتي. ليش لا تروحي لعند أبو نظمي يمشي لك بنتي، وفي من ياخدك ويجيبك ويحملك على كفوف الراحة؟ بصراحة أبي؟ طبعا بصراحة. خفت إلا بتقوم تعارضني وما تخليني روح. أنا ما بعرضك على شيء أنت بترديه وتحبي لك بنتي. طيب بطلتوا نظمي ياخد ويجيب الشغل على المعمل؟ وانت بتعرف منيح انه ما بريد غير نظمي ياخد ويجيب الشغل على المعمل. لهالدرجة بتحبي لك بنتي؟ صدقني ابي عم اشتاق له، ما عم اعرف ليش، محتارة، بس لو عرفانتك رح تزعل مني فلا بروح ابدا ابدا. نظمي ابنك؟ شبه نظمي ابني؟ نظمي ابنك؟ معلوم ابني. ابو نظمي مسكت على شنبك وبعرفك جدع وما بتكذب ولو على قطع رقبتك. انا انت شو؟ انا ما عم كذب سليم بيك. لو متوقع يكون السؤال حول نظمي ما مسكت على شنبك، مو هيك؟ نظمي ابنك ولا مو ابنك؟ معلوم ابني سليم بيك. هي هو وهي الجيران كلهم بيعرفوا انه هو ابني. يعني كلهم بيعرفوا. النفوس مسجل على دفتر عائلتك؟ النفوس؟ ايه معلوم مسجل. مو مزبوط. مزبوط؟ ابو نظمي انا رحت بنفسي على سجل نفوسكم الإمارية وسألت ولقيت انه نظمي مو مسجل على دفتر عائلتك. فشو اسم الحكي هاد؟ شو اسمه؟ انا عن جد رحت على نفوس اللي بيك وسألت؟ لكن على الكذب يا ابو نظمي. عفوا انا ما قصدي، بس جربك شو بيهمك هذا الموضوع؟ صدقني بالاول وانا رح اقول لك شو بيهمني بالامر يا ابو نظمي. صدقني واحكي ولا تخاف. شو الحكي سليم بيك؟ معقول؟ مثل ما سمعت يا ابو نظمي. الله اكبر الله اكبر على الخبر. الظاهر يا ابو نظمي انه مهما صار ومهما جرى لا يمكن الحقيقة تتخبى ولا تندسر ولا تموت. بس ما عم فوت براسي، بس ما عم فوت. نظمي وعزيزة يطلعوا اخوات. ما عم تنبلع معي. انا ماني مسلم بالامر انه اخوات 100%، بس طالما اعترفت انه مو ابنك الحقيقي وانه اسمه عزيز صار لازم شك انه اخوات، وخاصة انه الاعمار والاحداث متشابهة كتير، بالاضافة الى تشابه الشكل والخلق والسلوك والتربية. عليم الله مالك علي يمين، كل هالسنين وهالايامات ما خطر ببالي ولا مره انه بيشبهوا بعضهم. لانه نظمي ما عنده فكره عن هالشيء، مثل ما عم تقلي انه هو ذاته ما بيعرف الا انه هو ابنكم. ما تجانا المسكين كان عمره يا دوب سنتين ثلاثه، يعني ما كان واعي، واتفقنا انا ونظمي انه ما خبره. بس حذاري تفتح السيره معه ولا مع امه هلا يا ابو نظمي. اعوذ بالله، ما بقدر اساسا، ما بقدر افتح السيره لابو نظمي. هي نظمي إذا عرفت إنه نظمي رح يطين بين إيديها بزقوا علاتها، بيطير عقلها، ما عاد فيها تتحمل، بتقيم بقيامة. النظمي بتحبه لنظمي أكثر من ابنها اللي جاي من بطنها ومن دمها ولحمها. مهم إلا يا سيدنا، شو لازم نساوي؟ هلا لازم يضل هالشي بيناتنا حتى نشوف شو ممكن تظهر خبايا بالأيام الجاية. معك حق. وحتى ما نكبر السيرة قبل ما نتأكد 100%، خلي نظمي ياخذ وجيله بضاعة المعمل مليون وطالع، وانا رح وصي رضوان يبطل يبعث صانو لعندك. مثل ما بدك، بس حذاري تحسسه ولا تحسس امه بشي هلا يا ابو نظمي. ولو يا سيدنا. وانا برايي لازم تبعث خبر للشيخ محمود اللي حكيت لي عنه، وهو اكيد رح يوصلنا للحقيقه، وبيعرف الولدين اكثر مني ومنك طالما من نفس الضيعه. عايشة هون كل الفترة الماضية؟ ايه هون استاذ ايمن. طيب شلون قدرتي تتأقلمي مع الغجر؟ ليش شبههم الغجر استاذ؟ عفوا ما قصدي شيء، بس عاداتهم وتقاليدهم مختلفين عننا بكثير. صدقني يا استاذ ايمن، الشيء اللي قدموا لي اياه الغجر، الناس اللي ربيت بيناتهم وعشت معهم ما قدموا لي اياه. قدموا لي كل شيء، انا متأكدين انه انا بريء. من شان هيك لو بعيش وموت ألف مرة
ما بنسى جميل يا دمولية. صدقني يا أستاذ عماد، هدول الغجر كانوا أحن علينا أنا ورجاها من الأم والأخت كل فترة قعدتنا بيناتهم. المهم هلأ أستاذ عماد، بدي إياك تساعدني نلاقي أولادي. طيب بدي أسألك، إيه ما تأخر مرة شفتي أولادك؟ عزيزي أبو رضامي آخر مرة شفته وقت تركته عند الشيخ محمود وقت قبضوا علي، وعزة وقت توفى الغالي تركته وقت عند أختي. طيب برأيك مين ممكن يساعدنا لحتى أوصل للشيخ محمود لأختك؟ في صابر وفي عبدول في فريد، يعني واحد من هدول الشغيل اللي كانوا يشتغلوا بأرض الحاج بكر، ألف نور ورحمة على روحه. عبدول، صابر، فريد. عبدول وصابر وفريد. في داعي وصيكم على شيء بغيابي؟ طمن قلبك معلم، لا تاكل هم بنو بنود. لا توصي حريص افندي، وطمن بالك وروق حالك. وبقيت محلاتك فوزي ما بدي اوصيك عليها، وانت كمان عطا براس، كل يوم بدي الحساب مختوم، كل يوم بيومه. ولو يا سيدنا لا عيونك. ما راح نام الليل بغيابك يا افندي، كله على الدفتر والروز نامه وبالختم. يلا يعطيك العافيه. الله يعافيك. الله معك. عم رن تليفون بالمطار يا فوزي، روح رد انا ببيروت. حاضر، حولك بالسلامه يا معلم. يوم القادر حيشوف بعيونه الشمس يا خالتي مدليلة. المهم يا خالتي تكونين متأكدة ان المحامي عماد مرتب كل شيء مع العقوب. عم قلك الشرطة اخذك الاحتياطات وراح تشوفي كل شيء اليوم بعيونك بالعرس. نفسي روح معكن على العرس وشوف القادر هو عمين مسك وايش في كل غلي فيه. لا يا بنيتي، انتي خليكي هنا ولا تعرضي نفسك للمخاطر، حنا نجيب لك الاخبار السارة حينك بدون على هالظالم. يا رب. نعم سيدي، جزء طريق إسرابة، حوّي خلوا عيونكم في التهالي، حوّي. طبعاً سيدي، نحن مراقبين وماشيين وراه من وقت طلع من بيته، حوّي. خلوكم وراه وقعكم طوّوا يا أبي، حوّي. لا تأكل هم سيدي، حوّي. يطلعوا على اتصال معنا، حوّي. حولهم سيدي. شو الاخبار؟ كله تمام التمام. تمام اسود، تعال شوف. يلا خيل. اجى الخير يا عيني. شو اغراض الاولاد؟ اقول لكم تفضل. يلا روح، الله يرزقك روح. اختي
ليش مغلب حالك؟ قدرت انا ارجوك طمع امانك ان شاء الله بس ما نسيتوا شيء. ها منوب منوب اخي كل شيء تمام. وصل على بيت اخته ودخل سيدي حول. خليكم راقبين البيت بس بدون ما يشعر بشي. حول. حاضر سيدي حول. الو نعم. شو لك استاذ عماد؟ طمني جناب العقيد. طمن يا استاذ. القادري موحي للجميع انه رايح لبيروت وتاكدنا انه رايح لمسرابه. مثل توقعاتك بالضبط. معناها طلع نفسه. ايه ايه. ورجالنا متابعينك مزبوط. الله يطمنك يا جناب العقيد. وأنا رح أخبرك مباشرة بكل شيء بصير. شكرا شكرا. الله يقويكم يا رب. ولو هذا واجبنا. الله معك. مع السلامة مع السلامة. ألو. لك أنا عماد لك عروف. طمني شو صار. قربت إن شاء الله. فهمني شلون. اليوم صار في مستجدات وكلها لصالحنا. اللي بهمني اخي عارف رح يطلع براءة ولا لا. اكيد اكيد ان شاء الله. منقول ان شاء الله. علينا علي ابو النور علي ابو النور علي الحجة علي محمد علي عبد السلام اهلين ابراهيم عليك عليك اهلا اهلا ابو قاسم علي اختي مقاسم حي الله حي الله فاطمه محمد حي الله علي ابو حميد الله عزك هلا هلا ابوي هلا هلا اخوي هلا الله حيو الله حيو الله حيو يا شباب. اهلا بالحجة يا ميت اهلا وسهلين عبال عند ولادك يا رب. اهلا وسهلا بالشباب اهلا بالشباب يا ميت اهلا وسهلا شرفتوا اهلا بزيد الشباب والله اهلا اهلا بخالد كيفك اهلا بالشباب اهلا اهلا قسام كيفك اهلا محمود شلونك ان شاء الله عبال عند ولادك يا رب. يا ميت اهلا وسهلا شرفتوا. صوت صوت ولك انا ماني منبه عليك ما بدك الا المصاحبه هي. ليش هالعجقه هي كلياتها؟ فهمنا عملت عزيمه وتفوشرت ماشي الحال بس الغجر ليش جايبون؟ مشان واجبك يا بيك. يلا كبر واجبك بسرعه روح انهي لي هالمسخره كلها. روح يلا. مو على راسي مو على عيني. مساكم الله بالخير يا اهل الجود والخير. كلنا نفرح وكلنا نسعد وكلنا نتمنى الهنا والسعاده والفرح لعريسنا القادري بيك. وبهذه المناسبه الحلوه يسعدنا نقدم أجمل المطربات وأحلى أصوات الغجر المطربة الحلوة نوارة. نوارة
بذبح المدعو عموري بالسكين. ايه وبعدين؟ هذا كل شيء صار. أنا حكيت كل شيء عندي. كل شيء حكيته. يعني أنت بتعترف بكل التهم الموجهة لك؟ أعترف سيدي. فين المحضر يا ابني؟ أمرك سيدي. تراني سيدي. خذ متهم لقضي التحقيق فورا. أمرك سيدي. باسم الشعب العربي في سوريا قررت المحكمة بالإجماع ما يلي: تجريم المتهم القادر مدياراني بجناية القتل والسرقة والحرق والتزوير والحكم عليه بالإعدام شنقا حتى الموت، قرارا وجاهيا قابلا للطعن بطريق النقد صدر وأفهم علنا. وعليكم السلام. مور هون بيت ابو نظمي الداعي. مور محسوبك عبدول من مديرة. انعم واكرم. امر عم ابو نظمي، محسوبك رايد تعطيني عنوان الشيخ محمود ببيروت مشان امر ضروري. بخصوص شو عمي؟ بخصوص ولد كان معه لما انتركوا مديرة ونزلوا على الشام. ولد ابن حلمي من عنا من مديرة، وقت انتهمت بجريمة وانحكمت اعدام، بس هلا والحمد لله اتبرت من التهمة وانمسك الفاعل الأصلي. فبدي روح لعند الشيخ محمود على بيروت وفهم عن أراضي الولد. معه وين صفيان؟ الله يخليه. أيوة. فالله يجبر بخاطرك، بدي إياك تعطيني العنوان مشان نصل على بيروت على بكير. قلت لي أمه الولد برت من التهمة؟ الحمد لله، وهي حرة طليقة، فنحن بنساعدها لحتى تلاقي ابنها. الله يستر على حريمك. شو رأيك إذا قلت لك إنه الشيخ محمود عنا هون بالدار؟ صلاة محمد، عم تحكي بجد؟ إيه؟ ناديله يستر على حريمك. حاكم كنت هتلاقي هم نروح على بيروت، والقادري محاكمته اليومين ولازم أحضره من كل بد. عن إذنك لأخذ لك طريق. خذ راحتك عمي. إمها العزيزة شبه تبرأت من التهمة، وهي اللي كشفت الفاعل الحقيقي. ومين قال لك هالحكي؟ يوم كان عندي عبدول، هذا واحد مرابع بيشتغل معهم. طلعوني جثة هامدة قبل ما يطلع نظمي من هذا البيت وتبعدوا عني. يا أم نظمي طولي بالك، عم قلك أمه الولد هي. سمعت؟ أنت قلتها بعظمة لسانك. أم نظمي، نظمي رح بيضل ابني مثل ما نظم هو ابني كمان. في فرق يا أم. لا حول ولا قوة إلا بالله. نازم من صلبك وصلبي، أما نظمي أنت. نظمي شو؟ مو ربيته؟ مو كبرته كل شبر بندر؟ نسيت؟ لك نسيت دموعي عليه وسهر الليالي؟ وبعد كل هاد شو؟ هيك؟ كلمة بتقولوها نظمي لازم يرجع لأمه. اسمع أبو نظمي، نظمي ما رح يطلع من هذا البيت. كل هالسنين وانتم بتكسبوا علي؟ امي رجاها عايشه ولساتكم بتكسبوا علي؟